إذن ضيوفنا الكرام، السلام عليكم مرة أخرى. عدنا وطاب ملقاكم في هذه الجلسة الثانية. إذا دون إطالة أقدم الكلمة مباشرة لدكتورة شناني وفاء لكي تقدم القائمين على هذه الجلسة وننطلق على بركة الله. تفضلي دكتورة. بارك الله فيك أستاذة. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. إذا أرحب بجميع الحضور وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله الجلسة الثانية والخاصة باليوم الثاني للملتقى. معكم أستاذة شماني المسؤولة عن القاعة الرئيسية. أحيل الكلمة إلى السيد رئيس الجلسة العلمية الدكتور عبد اللطيف ولاد حمودة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لي الشرف العظيم أن أكون متواجد في تسيير هذه الجلسة بالتنسيق والمشاركة مع زميلتي الأستاذة بن ذهبية عبد الرحمن. دون إطالة سوف أركز على المداخلات والمشاركين في هذه الجلسة. المداخلة الأولى ستكون من إعداد كل من عبد الحليم مهداوي غرفة الصناعة التقليدية بالمسيلة وجلال بوشرب جامعة باتنا تحت عنوان تكوين برنامج حسن سير مؤسسة جيرم في دعم المؤسسة الحرفية لرصد حالة غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالمسيلة. المداخلة الثانية تكون من إعداد كل من الأساتذة سابرايا وعمر فريدة سي منصور وكريمة سي صالحي من جامعة تيزي وزو تحت عنوان لينوفاسيون دو لا اي دي كومبيتونس كوم نوفو باراديغم اون لو كونتكست ايكونومي الجيريان. المداخلة الثالثة ستكون من إعداد كل من أساتذة حاسبة مدني نادية إبراهيمي من جامعة برج وفتيحة مزارشي من جامعة الصيف تحت عنوان إشكالية هجرة الكفاءات الوطنية وآليات استعادتها والاستفادة منها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر. مداخلة الرابعة تكون من إعداد الأساتذة فزوطة فاطمة من جامعة عين تمشنت ويخلف سمية من جامعة تلمسان تحت عنوان إشكالية هجرة الأدمغة كخيار استراتيجي على أثر العولمة. المداخلة الخامسة من إعداد كل من الأساتذة غربي ياسين سين خضر والسرار زهرة ورواب عبد الرحمن من جامعة جلفة هجرة الأدمغة العربية بين عوامل الدفع والجذب وتبعياتها السلبية على مستقبل التنمية العربية. المداخلة الأخيرة ستكون من إعداد الأستاذ عاشور مقلاتي من جامعة برج والموسومة بعنوان سياسات واستراتيجيات ماليزيا للاستثمار في هجرة الأدمغة. دون إطالة أمنح الكلمة إلى المداخلة الأولى عبد الحليم مهداوي أو جلال بوشربي. جلال عفوان بوشرب في حدود 10 دقائق فليتفضلوا. مشكورا. شكرا جلال. أستاذ أظنه غائب وعبد الحليم مهداوي أظنه غائبين الأستاذين، يمكن فالانتفاء إلى المداخلة التي ننتقل إلى المداخلة التي بعدها. نعم تفضل. نعم أنا توجه إلى المداخلة الثانية. سابرايا وعمر أو فريدة سابرايا وعمر جاهزة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أساتذة الكرام، أهلا، شكرا لكم على تركنا المجال لتقديم مداخلتنا التي تحمل عنوان l'innovation et les compétences nationales comme nouveau paradigme dans le contexte économique algérien. Nous vous remercions d'avance pour nous donner cette opportunité de participer au colloque sur le rôle des compétences nationales dans le développement, dans le décollage économique. Cette communication a été élaborée par Madame Wamar Sabria, Madame Simon Sour Farida et Madame Karim Massi Salah, enseignante chercheure à l'Université Oud Mamri de Tizi Ouzou.
nous présentons dans un premier temps le contexte de la recherche ainsi que les concepts clés que nous avons mobilisés pour présenter dans un deuxième temps les caractéristiques des compétences nationales. Enfin, nous présenterons et discutons les principaux résultats. Le modèle de croissance économique dominé par l'économie de la connaissance dans le modèle de croissance économique dominé par l'économie de la connaissance, l'innovation devient le mot d'ordre pour prospérer et la compétence est fondamentale et devient une valeur stratégique pour une meilleure innovation. Nous présentons dans un questionnement sur les implications des compétences nationales au niveau de l'économie algérienne à travers l'offre d'une base de connaissances favorable à l'émergence de l'innovation. Notre problématique est la suivante. Dans quelle mesure les compétences nationales peuvent-elles contribuer à l'essor de l'innovation dans l'économie algérienne? Il existe différentes approches de la compétence et chacune peut avoir sa propre pertinence au regard des objectifs poursuivis. Pour notre part, nous retenons la définition suivante. Les compétences sont des répertoires de comportements que certaines personnes maîtrisent mieux que d'autres. Ces comportements sont observables dans le milieu du travail. Ils mettent en œuvre d'une manière intégrée les aptitudes, les traits de personnalité et les connaissances acquises. Ces comportements sont donc observables dans le milieu du travail. Ils mettent en œuvre d'une manière intégrée les connaissances, knowledge, les aptitudes, skills et d'autres caractéristiques plus nombreuses et profondes et difficiles à développer, comme les traits de personnalité, les compétences génériques, les compétences spécifiques et les compétences techniques. Il faudrait noter que l'importance d'une démarche compétence va au-delà de l'intérêt accordé aux compétences individuelles. Ces dernières doivent être articulées pour créer une dynamique collective de création, de partage et de capitalisation des connaissances. Les compétences collectives issues de l'optimisation directe des compétences individuelles permettent donc de développer, à travers un travail collectif, les capacités d'apprentissage, gage d'une efficacité pérenne. En dehors de la définition classique de l'innovation, qui est toute tentative de faire les choses différemment dans le domaine économique, l'innovation en tant que domaine de recherche est un ensemble très vaste qui concerne des enjeux variés. Sans être exhaustive, ne pouvant citer quelques types d'innovation. En premier lieu, l'innovation incrémentale qui concerne généralement des améliorations modestes. En deuxième lieu, l'innovation radicale qualifiée de destruction créatrice et qui est en mesure d'entraîner des ruptures avec le passé au niveau des entreprises qu'au niveau des sociétés. En troisième lieu, nous pouvons avancer l'innovation qui peut correspondre soit à un nouveau produit, soit à une nouvelle technologie ou à un nouveau process. Eu égard aux différentes approches théoriques de l'innovation, à savoir la théorie évolutionniste de Schumpeter, Nelson et Winter, la théorie par les ressources de Barnet, la théorie des compétences de Durand, l'innovation avance, ces théories-là avancent que l'innovation a un caractère de résurgibilité, d'autant plus qu'elle entame des changements qui, à leur tour, peuvent apporter de nouvelles façons de produire ou de s'organiser. Il s'agit souvent d'intégrer de nouvelles compétences. Pour appréhender le rôle des compétences nationales, il est nécessaire de rappeler quelques caractéristiques qui, à notre égard, vont contribuer à orienter les tendances de leur développement. En termes d'indice de développement humain, l'Algérie est classée 83e sur 188 pays dans le rapport de 2016 du Programme des Nations Unies pour le développement. Son indice de développement humain est passé de 0,69 en 2009 à 0,70 en 2011 pour atteindre 0,74 en 2014. Pour ce qui est de l'éducation, le taux d'alphabétisation des jeunes est relativement élevé, 94% en 2017 selon l'Office national des statistiques. Le taux d'analphabétisme est en baisse, passant de 31% en 1988 à 12% en 2017 selon l'association ICRA.
En Algérie, les universités représentent la principale source de diffusion des connaissances scientifiques et technologiques. Le réseau universitaire couvrant tout le territoire national est constitué de 109 établissements d'enseignement supérieur, dont 54 universités, 9 centres universitaires, 11 écoles normales supérieures, 35 écoles supérieures, universités d'information continue, 55 établissements relevant d'autres secteurs et 14 établissements privés. Nous devons signaler qu'il y a récemment deux ouvertures de deux universités portant sur l'intelligence artificielle et la formation dans de nouvelles disciplines, à savoir les mathématiques. Pour l'année 2019-2020, il y a lieu aussi de noter que pour l'année 2019-2020, le nombre d'étudiants inscrits dans les établissements universitaires est une illustration du progrès de formation des étudiants au sein de nos universités, puisqu'il y a 2 millions d'étudiants ont été recensés, inscrits à l'échelle nationale selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Par ailleurs, selon les données de l'ONS relatives au mois de mai 2019, le taux de chômage atteint 11,4% de la population active. On dénombre au total 1,449 million personnes en recherche d'emploi, soit 45,8% de chômeurs n'ont aucun diplôme, 26,5% sont diplômés. Cela veut dire que la détention d'un diplôme ne justifie nullement l'insertion professionnelle, puisque seulement un diplômé sur quatre de l'enseignement supérieur ou de formation professionnelle obtient un emploi. L'innovation et la construction des compétences sont autant de challenges à placer comme objectif de croissance économique de notre pays. Néanmoins, le rapport de Global Competitive Index sur le classement de l'Algérie illustre bien l'aspect des résultats des investissements consentis en faveur de l'innovation. Ainsi, l'Algérie est classée à la 121e place sur 131 pays en 2020. L'Algérie obtient des meilleurs scores en 2020 en termes d'intrants d'innovation que de produits d'innovation. Cela veut dire que notre pays accuse moins de résultats d'innovation par rapport à son niveau d'investissement dans les intrants d'innovation. Les études du Bureau international du travail en coopération avec le CREAD menées en 2016 montrent la progression du brain drain en départ de l'Algérie vers les pays de l'OCDE. Une évolution de 5% en 1990 à 22% en 2013. Une situation très préoccupante en raison du manque à gagner pour l'économie nationale. Il y a donc déperdition de ces compétences-là. Les travaux sur le capital humain de Schultz et de Becker insistent sur le rendement d'investissement en formation, mais aussi sur l'impact qu'a le capital humain sur l'économie, ce capital humain dépendant directement des compétences et de leur développement. Le capital humain est l'un des principaux catalyseurs de la croissance et de la diversification économique. Les compétences aujourd'hui ne sont plus considérées comme des ressources pour créer de la richesse, mais elles sont identifiées comme les vraies richesses. Il faudrait donc les créer, puis les développer. Nous évoquons à ce sujet l'exemple pertinent des États-Unis dans le développement de l'innovation à travers la création des compétences. Il est indispensable d'encourager la diaspora algérienne a créé des PME créatrices d'emplois, et cela à travers le transfert technologique ou même en contribuant à accélérer la recherche-développement dans les entreprises et dans les institutions de recherche. En guise de conclusion, nous pouvons dire que dans un monde qui évolue plus rapidement que jamais, l'innovation doit devenir une véritable politique publique à l'instar des politiques de santé ou de l'environnement. En deuxième lieu, il faut convaincre et sensibiliser les différents acteurs économiques des intérêts économiques, politiques, sociaux, scientifiques et culturels d'une politique d'investissement dans les compétences. Et enfin, une politique publique doit être dédiée à asseoir une économie innovante à travers des dispositifs de soutien à l'innovation, d'une part, et à travers des dispositifs de soutien au développement des compétences pour favoriser un décollage et un rattrapage de l'économie algérienne par l'innovation et les compétences.
Merci de votre attention. شكرا للاستاذة، نشكر الاستاذة على هذه المداخلة القيمة التي جاءت في إطار دور الكفاءات الوطنية للنهوض بالاقتصاد الجزائري عن طريق الإبداع والابتكار. ركزت على مفهوم الكفاءات وكذلك أشارت إلى أهم خصائص الكفاءات الوطنية الجزائرية، كذلك ركزت على أهم النظريات في إطار الكفاءات الوطنية. هناك نظرية التي أشاروا إليها، نظرية الابتكار، إلى ثلاث نظريات ركزوا في نظرية الابتكار على نظرية التطور، نظرية الموارد، ونظرية المهارات. توصلوا إلى نتائج مهمة متعلقة بأهمية الاهتمام بإبداع وابتكار الكفاءات الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية وكذلك لنمو التجارة والتنوية الاقتصادي. دون إطالة ننتقل إلى المداخلة التي بعدها الموسومة بعنوان إشكالية هجرة الكفاءات الوطنية وآليات استعادتها والاستفادة منها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، من إعداد حسيبة مداني، نادية إبراهيمي، وفتيحة مزارشي. تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل السادة. وي سادة تفضلي. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا تحية طيبة. إذن مدخلتنا اليوم في إطار هذا الملتقى الافتراضي. أستاذ عفوا غير دقيقة، سادة 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 حاسبة، مر المداخلة التي بعدها إذا في إمكان. أستاذ أعتقد أنه مر، بعدين نرجع للأستاذة. نعم مر أستاذ المداخلة اللي بعدها وبعدين نرجع للأستاذة حاسبة. شكرا شكرا شكرا. المداخلة التي بعدها إشكالية هجرة الأدمغة كخيار استراتيجي على أثر العولمة، من إعداد الأستاذة فزوطة فاطمة والأستاذة يخلف سمية، فليتفضلا. مشكورة فزوطة فاطمة أو يخلف سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أستاذ. بداية بدء أحييكم بتحية إسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدون إطالة أقدم مداخلتي التي كانت تحت عنوان إشكالية هجرة الأدمغة كخيار استراتيجي على إثر العولمة، والتي كانت من إعداد الباحثتين طالبة يخلف سمية وطازوطة فاطمة. يعتبر مصطلح الهجرة الأدمغة مصطلح قديم الأصل، فالإنسان منذ الأزل يبحث عن تحقيق رغباته وسد حاجياته لا تنتهي وتنفد حتى وإن تطلب منه الأمر الانتقال من مكان لآخر، سواء تعلق الأمر بهجرته نحو مناطق من الدولة نفسها أي هجرة داخلية، أو هجرته من خارج الحدود الجغرافية لدولته وهو ما يسمى بالهجرة الخارجية. فمن الغالب ما يكون لهذه الأسباب لهذه الهجرة أسباب تدفعه للقيام بها، كغياب الاستقرار الأمني بالبلد الأم أو تفاقم المشاكل الاقتصادية على اختلافها كالبطالة، تدني المستوى المعيشي، الفقر، أو غياب الظروف المناسبة لمزاول الدراسة ما أو تهميش الكفاءات، وهذا ما يعرف بهجرة الأدمغة. وعلي إشكاليتنا كانت ما المقصود بهجرة الأدمغة، فيما تتمثل آثارها وما السبل التي تقلص منها. ومن أجل هذا سنقوم بإجابة على هذه الأسئلة الفرعية، فيما تتمثل الأسباب، ما المقصود بهجرة الأدمغة، فيما تتمثل أسبابها، ما هي انعكاسات ظاهرة هجرة الأدمغة، وما أثر العولمة في ظاهرة هجرة الأدمغة. تأصيل نظري لهجرة الأدمغة. أولا مفهوم هجرة. الهجرة لغة هي من مصطلح هجرة، والتي تدل على الرحيل والذهاب إلى مكان آخر أو التخلي على شيء ما، كما تدل أيضا على أنها تنقل الأشخاص من مكان للحصول على الاستقرار في مكان آخر. أما اصطلاحا فهي تعرف بذهاب الأشخاص من موطنهم الأصلي من أجل الاستقرار. مفهوم هجرة الأدمغة تعرف على أنها الهجرة الدائمة لأفراد أكثر تأهيلا وتعليما ودوي كفاءات، عادة ما يكون منهم
خريجي الجامعات أو ذوي الشهادات العليا إلى خارج أوطانهم، وذلك من أجل البحث عن فرص أوسع في مجال تخصصاتهم أو البحث عن بيئة تلائمهم وجاذبية ذات المستوى المعيشي أحسن لعائلاتها. نجد تعريف آخر لها هي نزوح أو سفر أو هجرة للنساء أو حتى للرجال منهم والذين يمتلكون تأهيل جامعي، وهذا بمحض إرادتهم من أجل الدراسة، العمل أو الاستيطان وعدم الرجوع إلى بلدهم الأصلي. أسبابها هناك تمثل في عوامل الطرد، ونجد عوامل اجتماعية، اقتصادية، سياسية، تقنية وعلمية. فيما نجد عوامل الجذب هي تمثل في عدم الاستقرار الوظيفي وتفاقم البطالة في صفوف خريجي المعاهد العليا والجامعات، النمو السكاني المتدني الذي تعرفه الدول المتقدمة، وتقديم التسهيلات المادية لتوفير كل الاحتياجات للأشخاص ذوي الكفاءات. انعكاسات هجرة الأدمغة، نجد إرباك في عملية التخطيط الاستراتيجي وبرامج التنمية، العلم والتكنولوجيا، انخفاض المستوى المعيشي، ضعف القدرة الذاتية على الجانب الإداري بما فيه القيادة والتنظيم، وخسارة في التعليم. تأثير العولمة، بالرغم من تعدد الأفكار حول العولمة ومفاهيمها، إلا أن المهتمون بها اتفقوا على أنها مصطلح جديد ولكن ذو مدلول ليس بجديد، ظهرت مع الستينات واستخدمت في الأدب الشعبي والأكاديمي لتصبح في السنوات التسعينات أكثر تداول وانتشار، فهي ترجمة لكلمة موندا للديالزاسيون بالفرنسية بمعنى جعل الشيء ذو مستوى عالمي، والتي هي مشتقة من ترجمة globalization بالإنجليزية من كلمة globe والتي تدل على الكرة أو الكرة الأرضية. مفهوما نجد عدة تعريف لها، حيث يمكن تعريفها على أنها مرحلة جديدة من مراحل تطور وبروز الحداثة، ترتبط فيها العلاقة الاجتماعية على صعيد عالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الخارج والداخل، ويتم من خلالها الربط بين العالمية والمحلية بالعلاقات الثقافية السياسية اجتماعية واقتصادية. فيما عرفتها اللجنة الأوروبية أنها العملية من خلالها يكون الإنتاج والأسواق في دول نامية يعتمد على كل منها على الآخر بشكل متزايد، نسبة للديناميكية التجارة في الخدمات والسلع وتدفق التكنولوجيا ورأس المال. هجرة الأدمغة والعولمة، نظرا لبزوغ ظاهرة العولمة وبعد عديد من السنوات ظهر على إثر هجرة الكفاءات بشكل سلبي خاصة في الدول، وهو الشيء الذي أدى إلى التفكير في مقومات تقلص من هذه العولمة وبدائل تحد من هجرة الأدمغة، والتي من بينها العمل على زيادة من كفاءة وفاعلية استغلال الموارد البشرية وتحديد كل من العائد المجتمعي والمعرفي لها باللجوء إلى أنظمة الرقابة والمساءلة، التحسين من المعايير النوعية والجودة والاعتماد على كمكون ضروري للأنظمة الاعتمادية، ومحاولة التطوير من المعايير للحصول على جودة ونوعية فعالة، تبني استراتيجيات لمكافحة عوامل الطرد ومساهمة الدولة في صياغة الآليات وبرامج تسعى للرفع المستوى العلمي من خلال تشجيع الأدمغة وتحفيزهم على العطاء الفكري والعلمي، الترقية بالظروف والعوامل الاجتماعية كمحاربة الفقر والبطالة والسعي إلى زيادة من المستوى المعيشي والاستفادة من التكنولوجيا والوسائل الحديثة في التعرف على المشاكل واكتشاف المستقبل والخطط السياسات وإنشاء المنظمات وهيئات ذات أساليب تقنية حديثة، الحرص على القيام بتطبيق مبدأ ضبط الجودة وإدارة الجودة الشاملة لضمان فعالية الكفاءة الداخلية والخارجية، الاستراتيجيات المنتهجة للتقليص من ظاهرة هجرة الأدمغة. لقد عملت الدولة باللجوء إلى عدة استراتيجيات للتقليص من هذه الظاهرة، ومن بين هذه الاستراتيجيات نجد مكافحة البطالة، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت تشكل تهديد على مختلف بلدان العالم، لذلك لابد من التفكير في حلول تجد منها كوضع برامج ترقوية وفتح مجالات للاستثمار والشغل، القضاء على الفقر من خلال وضع أسس للتنمية الاقتصادية مستديمة والتي تضمن القضاء على أسباب مؤدية إلى إفقار السكان، كتسطير مجموعة من التدابير والاستراتيجيات، الترقية والتعزيز بدور الجماعات المحلية والعمل على إضفاء أساليب ترقى بالمجتمع وتنمي به وبالتالي التخفيف من الفقر، دعم السياع الأساسية من طرف الحكومة خاصة مع محدودية الدخل التي تمس الطبقات الدول النامية، تحفيز القيام بالدراسات العليا ووضع لها ميزانية خاصة، أي جعل إنفاق موجه للتعليم والتدريب. وكخاتمة، من خلال ما سبق يتضح جليا حول ظاهرة هجرة الأدمغة أنها أصبحت ظاهرة مستفحلة
تخيف المجتمعات بما فيها الحكومات نظرا لزيادة الجنونية في نسبها وخاصة في الدول النامية والمتخلفة، حيث أنها أضحت المصدر الرئيسي لتصدير فئة الأشخاص من الكفاءات والعقول المتمكنة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، ولعل أبرزها هو عدم توفير بيئة مناسبة للإبداع العلمي والإبداع وضعف الإنفاق على البحث العلمي بالرغم من العائدات المرتفعة التي يمكن الحصول عليها عند نجاعته، عدم توافر في فرص العمل وهو ما يولد في الأشخاص ذوي الكفاءات الإحباط حيث أنهم يصبحون يرون أنفسهم في دوامة اليأس والفشل. وكنتائج الدراسة تمثل في أن هجرة الأدمغة تشكل من أخطر أشكال الهجرة نظرا لأثارها السلبية فالأكثر لما هي إيجابي. من أبرز الأسباب والعوامل المؤدية لها هو الإهمال واللامبالاة في التحصيل العلمي. يكمن دور الهجرة الأدمغة في استقطاب كل الكفاءات كونها مخزون معرفي لابد من استغلاله لما له من دور في التعزيز بالتنمية. وكتوصيات، يمكن محاولة التأقلم مع سمات الأنظمة الحديثة بما فيها العولمة للحد من الظاهرة، الاعتماد على التكنولوجيا والاقتصاد المعرفة وفتح المجال لتبادل الخبرات والموارد البشرية بين البلدان، ووضع ميزانية خاصة لتمويل البحث العلمي وتحفيز أصحاب الكفاءات بتوفير ظروف ملائمة تليق بهم. وشكرا. نشكر الأستاذة على هذا العرض المتعلق بمداخلة إشكالية هجرة الأدمغة كخيار استراتيجي على أثر العولمة. قامت الأستاذة كملخص حول هذه المداخلة بتقديم مجموعة من التعريفات حول مفهوم الهجرة، أسباب هجرة الأدمغة، انعكاسات هجرة الأدمغة على الدول النامية. هذا يعتبر محور من بين أهم المحاور المهمة في هذه المداخلة لأنه يؤثر على العديد من الجوانب خاصة فيما يتعلق بتدني مستوى التعليم الذي ينعكس سلبا على كل القطاعات وضعف في أداء المؤسسات بصفة عامة. كذلك تطرقت الأستاذة في هذه المداخلة إلى ظاهرة العولمة وعلاقتها بهجرة الأدمغة، كذلك قدمت مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن انتهاجها للتقليص من ظاهرة هجرة الأدمغة ربما كحلول لهذه الإشكالية. بين أهم النتائج التي توصلت إليها كذلك الأستاذة في هذه المداخلة هو عدم توفر بيئة مناسبة من جميع الجوانب يعتبر سبب رئيسي في ظاهرة هجرة الأدمغة، والجزائر تعتبر كأحسن مثال في هذا السياق. لذلك هجرة الأدمغة توصلت أستاذة إلى أن هجرة الأدمغة لها تأثير سلبي على الاقتصاديات بصفة عامة، وكذلك من أهم الأسباب الهجرة هي الإهمال واللا مبالاة. قدمت الأستاذة كذلك مجموعة من التوصيات للحد من هذه الظاهرة. أشكر الأستاذة على هذه المداخلة القيمة. دون إطالة أتوجه مباشرة إلى أستاذة حسيبة مدني. هل أنت جاهزة أستاذة؟ نعم. السلام عليكم. سلام سلام. نعم. مرحبا. أحييكم مرة أخرى، آسف على الخلل الذي حصل. إذن السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسعدني اليوم مشاركتكم بمداخلة معنونة بهجرة إشكالية إشكالية هجرة الكفاءات الوطنية وآليات استعادتها والاستفادة منها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر. فكمقدمة لهذا المداخلة نقول أن المورد البشري يعتبر العامل الأساسي المحدد لحركة المجتمع وتطوره، خاصة بما يقدمه من عمل أو نشاط فكري عن طريق التكوين والتراكم المعرفي المتحصل عليه في مختلف المراحل التعليمية والتأهيلية الهادفة إلى كسب المعرفة ونقلها. رغم ما تبذله الجزائر من أجل الاستثمار في هذا المورد البشري، إلا أن أكبر مشكلة تواجهها في هذا الاستثمار هو هجرة الكفاءات إلى الخارج، فهي ظاهرة خطيرة لا يمكن أبداً تجاهلها. فالدول الطاردة هي التي تتحمل خصماً من رصيدها الفكري وقدراتها البشرية، والمستفيد الأكبر من هذا النزوح الجماعي هي الدول المستقطبة والغربية منها على وجه الخصوص. إشكاليتنا تمحورت حول ما هي الأسباب التي تدفع بالكفاءات لاختيار قرار الهجرة، وكيف يمكن. نعم سيدة حسيبة. نعم أستاذ. من فضلك سيري العرض من فضلك. كيف نعم قومي بتسير العرض، وكيف يمكن استعادتها والاستفادة منها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي؟
بالنسبة لتكمن أهمية الدراسة في المكان التي تكتسيها الكفاءات الوطنية في تحقيق الأفلام الاقتصادية كقطب رئيسي من بين الأقطاب الأخرى اللي هي بيئة العمل المناسبة رأس المال الكافي والهياكل القاعدية أو البنية التحتية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة هجرة الكفاءات والأسباب الدافعة لذلك وكذا السلبيات التي تخلفها عن الإقلاع الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى محاولة المساهمة في تقديم بعض الآليات التي يتم من خلالها الاستفادة من هذه الكفاءات سواء عن طريق استعادتها بشكل نهائي أو الاستفادة منها وهي في المهجر. قسمنا دراستنا إلى ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول كان حول هجرة الكفاءات العلمية من مفهوم وأسباب هذه الهجرة. المحور الثاني انعكاسات السلبية لهجرة العقول وأثارها على التنمية والإقلاع الاقتصادي. أما المحور الثالث فذكرنا بعض الآليات لمحاولة استفادة من هذه الكفاءات المهاجرة. أستاذة العرض غير ظاهر. أستاذة. والله أستاذ أنا عندي راه يمشي عندكم مانيش عارف الإشكال وراه. مشكلة تقنية. واصلي أستاذة واصلي. إذن بالنسبة لتعريف الهجرة، الهجرة بمفهومها البسيط هي انتقال الأفراد من منطقة إلى أخرى سواء كان ذلك الانتقال يحدث داخل الوطن يعني هجرة داخلية أو خارجها، وقد تتم الهجرة بشكل قانوني كما قد تتم عن طريق تسرب المهاجر إلى الدولة المقصودة بطرق غير شرعية. أما الكفاءة فهي تركيبة من المعارف والمهارات والخبرات والسلوكيات التي تمارس في إطار محدد. تعرف عموم بصفة عامة هجرة الكفاءات العلمية بأنها انتقال الأفراد الذين يعتبر وجودهم في أوطانهم ثروة حقيقية إلى بلدان يستقرون فيها ويسهمون أيضا إسهامات ذات قيمة مضافة في مجالاتهم المتعددة بحيث يزيدون في الدخل القومي لتلك الدول. تأخذ هجرة الكفاءات شكلين مختلفين، الأول يتمثل في هجرة العلماء المتخصصين من أوطانهم لدوافع مادية أو معنوية أو للبحث عن مناخ يحفز على الإبداع والابتكار. أما الشكل الثاني فيتمثل في قرار بقاء الطلبة الذين توجهوا إلى الخارج بهدف الدراسة في المعاهد والجامعات العالمية في الدول التي درسوا بها بعد إثباتهم لكفاءتهم وحصولهم على وظائف في تلك الدول. أسباب الهجرة، طبيعة الحال للهجرة أسباب عديدة، منها عوامل يعني نصنفوها لعوامل طرد وعوامل جذب في الجهة المقابلة. عوامل طرد بطبيعة الحال هي مجموع الأسباب والمعوقات التي تعيق عملية التطور الفكري والعلمي لدى العلماء المفكرين. بطبيعة الحال هذا ما يدفعهم إلى اتخاذ قرار الهجرة أو النزوح إلى المكان الذي يؤمن لهم القدر الكافي من عوامل الاستقرار مدعومة بمحفزات الإبداع. من بين هذه العوامل نذكر غياب المحيط المناسب للبحث العلمي، من مثلا الأجور، مثلا أجور تكون نوعا ما منخفضة ما تحفزش على العمل وعلى الاستقرار. الافتقار أيضا الاستقرار السياسي، ضعف التخطيط وتسيير النشاط البحث العلمي، بالإضافة إلى أيضا غياب استراتيجية لتسويق نتائج البحث العلمي، دون أن ننسى انخفاض معدل الإنتاجية العلمية وغياب الدعم الخاص للبحث العلمي واقتصاره على القطاع العام، ويبقى أيضا منخفض يعني هنا أيضا ضعف الميزانيات الموجهة للبحث العلمي والإبداع، وأيضا المساس بحرية الباحث بالنظر لتزايد القيود المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي والفكري الحر. بالجهة المقابلة نجد هناك عوامل الجذب في الضفة الأخرى، نجد منها مرونة تنظيمية وأيضا توفر عقلية التنافس، استقرار الأنظمة السياسية وسيادة القانون والديمقراطية التي تضمن الحق في الإبداع، عناصر الجذب القطاعية المرتبطة بالمهن الجديدة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وأيضا هناك عوامل جذب شخصية منها حوافز في الأجور وأنظمة الترقي والفرص المتاحة وأنظمة ضمان اجتماعي جد متطورة. طبيعة الحال هذا الهجرة من هجرة العقول وهجرة الكفاءات هذه آثار سلبية، يعني راح نركز على الآثار السلبية على الإقلاع الاقتصادي والتنمية في الوطن. فالإقلاع الاقتصادي الحقيقي هو ذلك الذي ينبع من داخل الوطن ومن خلال سواعد وأفكار كفاءاته لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات. قلة العنصر البشري من ذوي الكفاءات العالية والمهارات المتميزة في الدول من شأنه أن يؤدي لانخفاض وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، إعاقة بناء مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الاقتصادية والصناعية
إضافة إلى تراجع النشاط في المجالات العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن التأثير في بعض القطاعات بوجه خاص كالصحة، التعليم والبحث العلمي. هجرة الكفاءات وبالتحديد فئة المهندسين والتقنيين والإطارات النشطة في المجالات الدقيقة يكون أيضاً له تأثير سلبي كبير على بعض القطاعات الاستراتيجية للبلد خاصة، والتي تستلزم تكنولوجيات عالية كالقطاع الصناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعات الصيدلانية. من المخاطر البالغة أيضاً لهجرة العقول تلك الخسائر المتعلقة بهذه الأموال الطائلة التي تم إنفاقها لتكوين هذه الكفاءات وتدريبها، وبطبيعة الحال تحولوا إلى كفاءات حقيقية تستفيد منها الدول الجاذبة لتلك الكفاءات. أيضاً في الوقت الراهن الدول خاصة الدول النفطية منها الجزائر تعمل على تنفيذ خطط تنموية واسعة تستلزم وهي بأشد الحاجة إلى الكفاءات العلمية والأيدي العاملة المدربة القادرة على النهوض بهذا الإقلاع الاقتصادي في الوقت الراهن. من بين أيضا بالنسبة لحالة الجزائر، أيضا الجزائر لم تكن بمنأى عن هجرة الكفاءات والعلماء، إذ أن خاصة نقدر نقول من مشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة خلال العشرية السوداء، عرفت نزيفا حادا للنخبة في شتى الميادين، أطباء، أساتذة، باحثين، صحفيين إلى غير ذلك، حيث تضاعفت هجرة الكفاءات بأكثر من 4 مرات في ظرف 10 سنوات. قدر متوسط عدد الكفاءات الذي غادرت الجزائر خلال ذات الفترة بأكثر من 6000 كفاءة سنويا. وما زالت الجزائر أيضا تتخبط في أزمات اقتصادية متتالية. إذا هنا هذا الوضعية الاقتصادية الراهنة تدفع أيضا بالكفاءات للهجرة وأكيد للهجرة وممكن حتى بدون رجعة. بالنسبة لبعض الآليات المقترحة لاستفادة من الكفاءات الجزائرية، هناك إما التخفيف من حدة هجرة الكفاءات العلمية عن طريق ماذا؟ عن طريق تحسين الحالة المادية للباحثين من رفع الأجور وتوفير مستلزمات الحياة، توفير أيضا الحرية العلمية والوسائل الإمكانية لدى بعض الجامعات والمخابر الجزائرية، أيضا محاولة إيجاد سياسة علمية تهدف لتفعيل البحث العلمي، توفير أيضا التمويل اللازم للبحث العلمي والعمل على تحقيق الشراكة بين مراكز البحث في الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة وحتى مع مؤسسات البحث الخارجية أو الأجنبية، التخفيف أيضا من بطالة خريجي الجامعات وكذا إنعاش المحيط الاقتصادي، أو الاستفادة من الكفاءات الجزائرية حتى وهي في بلاد المهجر عن طريق ماذا؟ عن طريق بناء شراكة مع العقول الجزائرية المهاجرة من خلال إقامة بحوث مشتركة بين الباحثين الجزائريين الداخليين والخارجيين. أكيد هناك بعض المبادرات لكن تبقى ضحلة وقليلة جدا القائمة أساسا للاستفادة من الكفاءات المهاجرة والتي ذكرت سابقا كالشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إناس، كجمعية الكفاءات الجزائرية ومنتدى الكفاءات الجزائرية. كخاتمة الموضوع نقول أن أسباب الهجرة عديدة، أسباب الهجرة نعم عديدة ومختلفة، منها عدم توفر فرص العمل المتاحة، تولد شعور بالإحباط واليأس لدى هذه العقول والكفاءات، إهمالها من قبل الدولة ومؤسساتها وكذا القطاع الخاص، إهمال لهذه العقول وتخصصاتهم، إحباط هذه الكفاءات عندما يرون كيف يتم الاستعانة بخبراء أجانب لقضايا تتوافر فيها الكفاءات اللازمة محلياً. وبطبيعة الحال الجزائر رغم شعور الجزائر بمحاذير وأخطر هذه الظاهرة وتفاقمها يوما بعد يوم، لكن الجهود المبذولة في سبيل الاحتفاظ بها ما زالت قلت ضحلة وقليلة ومتواضعة. ولمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة اقترحت الدراسة مجموعة من الإجراءات الضرورية للحد أولا من نزيف العقول، ومن ثم تقديم المغريات المعنوية والمادية للعقول المهاجرة بغية العودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي. أشكركم جميعا على حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذة، بارك الله فيك على هذه المداخلة القيمة. نعطي ملخص حول أهم النقاط التي تطرقت إليها الأستاذة حول إشكالية هجرة كفاءات وطنية وآلية استعادتها والاستفادة منها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر. طرقت إلى أهم المحاور المتمثلة في مفهوم وأسباب هجرة الكفاءات الوطنية، آليات الاستفادة آليات استعادة الكفاءات الوطنية والاستفادة منها. كذلك أستاذة قدمت مجموعة من التعريفات حول ظاهرة الهجرة، أشكال هجرة الكفاءات، أسباب الهجرة من بينها عوامل طرد وعوامل الجذب. ركزت في عناصر الجذب مثلا مرتبطة بتطور تكنولوجي، هذا يعتبر مهم جدا أنه من بين أسباب جذب الكفاءات
تتعلق بجانب تطور التكنولوجي خاصة بالنسبة للدول التي تستقبل وتستثمر في هجرة الأدمغة. الآثار السلبية للإقلاع الاقتصادي هي نتاج هجرة الأدمغة حسب ما تطرقت إليه الأستاذة. المخاطر الناتجة عن هجرة العقول مثلا في الجزائر قدمت أستاذة كملاحظة مهمة في هذا الإطار. مثلا الجزائر نلاحظ أنها تنفق على الطالب من المرحلة الابتدائية إلى غاية تخرجه من الجامعة، ثم من يستغل هذه العقول ليست الجزائر للأسف، فهي دول أجنبية. كنجو نقدر الميزانية مثلا خلال هذه الأدوار التعليمية ممكن تكون ميزانية ضخمة لكل فرد جزائري. كذلك أشارت الأستاذة إلى إحصائية تعتبر ممكن في نظري أو في اعتقادي الشخصي أنها خطيرة جدا، أنه هناك هجرة أكثر من 6000 كفاءة سنوية، أكثر من كفاءة وطنية، 6000 كفاءة وطنية تخرج أو تهجر إلى دول أجنبية. لابد أن نقص الخطر في هذه الإحصائيات وهذه الأرقام. كذلك الأستاذة قدمت آليات مقترحة من أجل استعادة كفاءات وطنية والاستفادة منها من بينها تحسين الحالة الاجتماعية، وكذلك توفر الوسائل والمادية والإمكانيات للبحث العلمي، كذلك العمل على الشراكة مع مراكز البحث الدولية. كذلك أشارت إلى أن من بين أسباب الهجرة هو عدم توفر فرص العمل، الإهمال ولا مبالاة. في النهاية الأستاذة قدمت مجموعة من الاقتراحات أهمها دائما تركز في الجانبين التحفيز المادي والتحفيز المعنوي. كخلاصة على هذه المداخلة، هناك نقاط مشتركة ما بين مداخلة إشكالية هجرة الكفاءات الوطنية مع المداخلة التي سبقتها المتعلقة بإشكالية هجرة الأدمغة. هناك نقاط تقاطع فيها ما بين هاتين المداخلتين. دون إطالة توجه إلى المداخلة التي بعدها المتعلقة ب أستاذ عبد الحليم مهداوي. عبد الحليم نرجع له؟ نعم جاهز؟ هو موجود. نعم تفضل أستاذ عبد الحليم. السلام عليكم. سلام، تفضل أستاذ. طبعا المداخلة بعنوان دورة تكوين برنامج حسن تسهيل مؤسسة جان في دعم المؤسسة الحرفية، طبعا مع دراسة حالة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية المسيلة. طبعا يزداد الاهتمام بالمؤسسات المصغرة في معظم اقتصاديات الدول النامية نظرا للدور الذي أصبحت تؤديه هذه الأخيرة، وكذا المكانة الاستراتيجية التي تحتلها في ظل التحولات الإقليمية والدولية. ناهيك عن قدراتها المتعددة، فهي تعمل على تلبية الحاجيات الاستهلاكية المحلية، فهي تمثل المستوعب الأساسي للعمالة واستقطاب اليد العاملة والحد من البطالة. كما يعتبر قطاع الصناعة التقليدية والحرف قطاعا واعدا وأرضا خصبة لمواكبة جميع التحولات الاقتصادية بما يتماشى وضرورة الإقلاع الاقتصادي لما يتمتع به من خصائص وهيله، لأن يكون في طليعة القطاعات التي يمكن المراهنة عليها في هذا الجانب. وباعتبار المولد البشري طبعا أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات المصغرة عامة والحرفية خاصة، ربط الباحثون بين مفهوم المؤسسات المصغرة من جهة وضرورة إعداد برامج تكوينية لأصحاب هذه المؤسسات الصغيرة أو المؤسسات الحرفية من جهة أخرى. طبعا يعتبر برنامج حسن تسيير المؤسسة والمعتمد من طرف المكتب العمل الدولي أحد هذه أو أحد وأهم البرامج التي وأهم البرامج إن لم نقل أبرزها، إذ يعتبر هذا البرنامج الرائد على مستوى العالم ما يقارب 50 دولة ومترجم إلى أكثر من 30 لغة. هذا البرنامج هو برنامج حسن تسيير المؤسسة، يهتم بزيادة الكفاءة لدى الحرفيين، الكفاءة كذلك، ويزيد أيضا القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والوطنية وحتى الدولية. ويمكن اعتبار إشكالية البحث فيما ما مدى مساهمة برنامج تكوين حسن تسهيل المؤسسة جان والمعتمد من طرف المكتب العمل الدولي بيتي في دعم المؤسسة الحرفية. طبعا المؤسسة الحرفية، إن تتبع ماهية المؤسسة الحرفية يعطي تصور واضح حول أهمية السعي لتطوير مثل هذا النوع من المؤسسات على المستوى الوطني، حيث أن تعريف المؤسسة الحرفية تعريفها هو الصناعة التقليدية والحرفية، يكون نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة، يطغى عليها العمل اليدوي وتمارس بصفة رئيسية ودائمة وفي شكل مستقر أو متنقل أو معرضي وبكيفية فردية أو ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف
أو مقاولة للصناعة التقليدية والحرف. طبعاً بالنسبة لكيفية ممارسة نشاط الصناعة التقليدية، قلنا قد يكون هو هناك حرف فردي أو هناك تعاونية أو ما يسمى بالمقاولة الصناعة التقليدية والحرف. من أهم الخصائص المقاولة الحرفية في الجزائر طبعاً أنها سهولة وبساطة متطلبات إنشاء مشروع حرفي، يعني لا يتطلب رأس مال كبير، ممول غالباً يكون تمويل ذاتي. من المشروعات الحرفية في الجزائر قام أصحاب تمويل استثماراتهم فيها بالاعتماد على مواردهم الخاصة. هذه إحصائية أن 88.8% معظم المشاريع تم تمويلها ذاتياً. ثانياً الخصائص الثانية أو الخاصية الثانية، عمل فردي وقرارات مركزية مرتبطة بصورة كبيرة طبعاً بشخصية صاحب العمل، هي لا تحتاج مجلس إدارة أو ما شابه في ذلك. أيضاً انخفاض في تكلفة الفرصة البديلة لليد العاملة، كما ذلك ضآلة حجم الإنتاج المساهم به قياساً بالطلب الداخلي والخارجي، وكذلك صعوبة مطابقة المنتجات الحرفية لمعايير الجودة والنوعية، وكذلك جزء من تركيبة القطاع غير الرسمي. إذ يقدر عدد الحرفيين الغير رسميين في الجزائر بحوالي مليون وأكثر من مليون شخص هنا في الجزائر. دور وأهمية قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر، دور اقتصادي. أولاً المساهمة في التنمية الاقتصادية، إذ تقدر عرف النسيج المؤسسات القطاع تطوراً كبيراً في القاعدة الحرفية التي توسعت بنسبة تقدر أكثر من 300%، حيث انتقلت من 79,850 مشروع حرفي سنة 2003 إلى ما يقارب 515,869 مشروع إلى غاية ديسمبر 2018، أي ما يعادل 436,019 مشروع جديد. أثر قطاع الصناعة التقليدية طبعاً على التشغيل، تطور التعداد المشروعات الحرفية للفترة ما بين 2017-2018 أظهرت أن ارتفاع عدد مناصب الشغل، حيث ارتفعت من 22,422 منصب شغل سنة 2017 إلى غاية 953,003 منصب شغل سنة 2018. دور قطاع الصناعة التقليدية والحرفي تفعيل الصادرات خارج المحروقات، حيث يدر في المتوسط السنوي ما قيمته 154 مليار دينار من الدخل الخام، كما تقدر مساهمته في الإنتاج الداخلي البيب لسنة 2016 240 مليار دينار جزائري. أيضاً المساهمة في التنمية الاجتماعية كتثمين دور المرأة مثلاً، حيث أن غالبية الحرفيين أرباب العمل هم من الذكور فعلاً، إلا أن مشاركة المرأة تعد يعني مشاركة كبيرة في هذا المجال، وهذا ما يؤدي إلى توازن بين الجنسين. كذلك بالنسبة لتوفير المداخيل للأفراد، يساهم قطاع الصناعة التقليدية والحرفي مؤسساته مساهمة فعالة في تقليص الفقر والقضاء على البطالة، إذ يستوعب في الغالب طالبي الشغل من الشباب. فقد كشف تقرير دراسة حول العاملين في القطاع أن 48% من العمالة المشغلة لدى الحرفيين لا يتجاوز سنهم من 25 سنة، 66% منهم عبارة عن متدربين أو أصحاب المهارات، في حين شكلت نسبة فئة التي تتراوح ما بين أعمارهم 25 إلى 34 سنة 36.53% منهم أجراء دائمين. كذلك بالنسبة لتحقيق التوازن الجهوي بين مناطق الوطن، طبعاً يلعب دور كبير جداً قطاع الصناعة التقليدية والحرف دور إيجابي في تحقيق التنمية الإقليمية للبلدان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للسكان. نأتي إلى برنامج تكوين حسن تسهيل المؤسسة الجارم. ذكرنا أن برنامج حسن تسهيل المؤسسة الجارم هو جزء أو منتج من البرنامج الكلي أو العام CIB، وهذا الأخير عبارة عن برنامج تكويني خاص بتسهيل المؤسسات معتمد طبعاً من طرف المكتب العمل الدولي، وذكرنا أنه معتمد من على أكثر أو عند أكثر من 80 دولة عبر العالم، وترجم إلى أكثر طبعاً من 40 لغة من بينها الإسبانية والبرتغالية والفرنسية وغيرها من اللغات. طبعاً هذا البرنامج لديه ثلاث منتجات أساسية. المنتج الأول يعرف بتحسين أو فكرة إيجاد فكرة مؤسسة أو ما يعرف بتري تروفي دي دونتربريز، ويهتم بإيجاد أفكار المؤسسة التي تكون مشاريع مستقبلية. المشروع الثاني أو المنتج الثاني ويعتبر وهو كري، أي معنى إنشاء مؤسسة، كري فوتر دونتربريز، هو إنشاء مؤسسة، ويعتمد كذلك على كيفية إنشاء المؤسسة، ما هي دراسة الجدوى للمؤسسة. والمنتج الثالث وهو الأساسي وهو جير، وهو تسيير الحسن للمؤسسة، والذي يهتم بزيادة الكفاءات
والإدارات التسييرية والأداء التسييري للحلفيين في مؤسساتهم الحلفية. طبعا أهم الأساليب المتبعة في التكوين، يتبع التكوين في برنامج حسن تسيير المؤسسة عدة آليات وأدوات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة دون تركيز على الطريقة البيداغوجية، لأنه في الأصل هو موجه للعامة ولا يعتمد على المستوى الدراسي بشكل عام، الذي يعتمد على الأسلوب العلمي العالي، وذلك بالنظر إلى مستوى غالبية الحلفيين والذي يتميز في الغالب بالمتوسط. أهم الأساليب المتبعة في التكوين طبعا طريقة العصف الذهني، الحوار والمناقشة، بعض التمارين وخاصة التمارين التي لها علاقة بالواقع، دراسة الحالة ولعب الأدوار وكذلك التقييم. بعض الإحصائيات والأرقام عن واقع المؤسسات الحلفية، ذكرنا أن في الفترة ما بين 2018-2020 على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحلف التي طبعا هي رائدة في هذا المجال والتي تمثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحلف، طبعا في السنوات 2018 كانت 678 مؤسسة حلفية كانت منشئة، 756 أنشئت في 2019، 2020 802 مؤسسة حلفية تم إنشاؤها في هذا القطاع في غرفة الصناعة التقليدية والحلف وحدها بالمسيلة. من بعض الأنشطة أو معظم الأنشطة كان في إطار ترخيص صحي، في الخياطة وتفصيل الملابس، في الأشغال بناء، في الحلاقة، صناعة الحلويات التقليدية وأنشطة خدماتية. طبعا عدد المؤسسات الحلفية الذين يعني تكونوا في إطار برنامج حسن تسيير المؤسسة في 2019 في غرفة الصناعة التقليدية والحلف جوز 80 حلفي، في 2020 70 تقريبا ما يقارب 70 حلفي. يتبين من الجدول أن عدد المتكونين في برنامج جارم حسن تسيير المؤسسة جارم مدى اهتمام أصحاب المؤسسات الحلفية بالتكوين جارم رغم الظروف التي صنعتها طبعا جائحة كورونا، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذا البرنامج على قطاع الصناعة التقليدية والحلف، مما يظهر حقيقة اهتمام أصحاب المؤسسات المتزايد بهذا البرنامج من أجل الرفع من كفاءته التسييرية وزيادة فعاليته التسويقية. على العموم كنتائج، يعني قطاع الصناعة التقليدية والحلف هو قطاع واعد، يعني ما هو قطاع واعد؟ طبعا قطاعا واعدا وخصبا من شأنه أن يكون جزءا من الإقلاع الاقتصادي عبر دعم ومرافقة المؤسسات الحلفية، لا يكون ذلك إلا عبر استراتيجية واضحة تمزج بين تأهيل الهيكل للمؤسسات والاستثمار في العنصر البشري عن طريق تبني برامج رائدة علميا وعالميا ذات مردودية تعود على المقاولة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام عبر عقد شراكات سواء استراتيجية مع هيئات عالمية كالمكتب العمل الدولي، وهو ما من شأنه أن يساهم في سقية الصناعة التقليدية كقطاع واعد لخلق الثروة وتنويع الصادرات خارج المحروقات. وبالنظر لما سبق يعتبر التكوين آلية وخيار استراتيجي يجب المراهنة عليه وتوفير الدعم اللازم له من برامج ناجعة ورائدة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فقط مع التركيز على المرافقة الضرورية كحتمية لقطف بذور التكوين ميدانيا وعلميا. شكرا على الإصغاء والسلام عليكم. نشكر الأستاذ على مداخلته التي كانت تتمحور حول تكوين برنامج حسن تسيير المؤسسة كنموذج جارم في دعم المؤسسة الحرفية. ركز الأستاذ باعتباره أنه مهني في غرفة الصناعة التقليدية والحرف بمدينة أو ولاية المسيلة، ركز على الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذا القطاع يعتبر قطاع جوهري وأساسي في كل اقتصاديات دول العالم. كذلك أشار إلى أن الكثير من دول العالم تعتمد على هذا النظام، نظام جارم معتمد من طرف الذي هو معتمد من طرف مكتب العمل الدولي. قدم تعريفات حول مؤسسات الحرفية، تعريفات حول الصناعة التقليدية حسب المشرع الجزائري، كذلك أشار إلى كيفيات ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والحرفية، كذلك ركز على خصائص المقاولة وأشار، وكذلك قدم مجموعة من الإحصائيات، أشار إلى مجموعة من الإحصائيات فقط هنا ما عطاش الأرقام، قال أكثر من مليون حرفي في الجزائر، ما عرفناش هنا في أي سنة. كذلك أشار إلى أهمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر من حيث مساهمتها في التنمية الاقتصادية وكذلك المساهمة في التنمية الاجتماعية، توفير مداخل للأفراد، تحقيق توازن الجهوي بين مناطق الوطن. كذلك في القسم الثاني من هذه المداخلات تطرق الأستاذ إلى نظام جيرم الذي يعتبر برنامج تكويني خاص بتسيير مؤسسات معتمد من طرف المكتب الدولي للعمل. هذا البرنامج كذلك معتمد من طرف أكثر من 80 دولة عبر العالم في كل قارات العالم. يساعد هذا النظام على تحسين أداء الحرفيين
عن طريق مجموعة من الأساليب المتمثلة في العصف الذهني، الحوار، المناقشة، التمرين، دراسة الحالة إلى آخره. كذلك قدم الأستاذ إحصائيات وأرقام عن واقع المؤسسات الحرفية بغرفة الصناعة التقليدية والحرف من عبر باعتمادها على التقرير السنوي لسنة 2020. قدم إحصائيات من 2018 إلى غاية سنة 2020. كذلك قدم بعض الأنشطة الحرفية بناء على نفس التقرير السنوي لسنة 2020. توصل الأستاذ إلى أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف يعتبر قطاع واعد، لأنه يساهم ويؤثر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين كذلك ظروف المعيشة للعديد من الأفراد. كذلك يعتبر مصدر للتنويع ولتنويع مداخل الدولة، باعتبار أن الجزائر تعتمد على المحروقات كقطاع استراتيجي في تحقيق الدخل الوطني. هذه أهم ما تم استنتاجه من هذه المداخلة. دون إطالة نتوجه مباشرة إلى المداخلة التي بعدها. عنوان المداخلة التي بعدها هي هجرة الأدمغة العربية بين عوامل الدفع والجذب وتبعاتها السلبية على مستقبل التنمية العربية، من إعداد أساتذة غربي ياسين سيل خضر، سرير الزهرة، روابح عبد الرحمن. روابح عبد الرحمن أستاذ أظنهم غائبين، يمكنك الانتقال إلى المرحلة اللي بعد، المداخلة اللي بعد. ننتقل إلى المداخلة التي بعدها. المداخلة التي بعدها من إعداد الأستاذ دكتور عاشور مقلاتي تحت عنوان سياسات واستراتيجيات ماليزيا للاستثمار في هجرة الأدمغة. أستاذ عاشور. السلام عليكم. سلام دكتور، مرحبا. أهلا دكتور، كيف حالك؟ لاباس. متشرفين، مرحبا دكتور. كان مشكل في الصوت هنا يبدو أن ما زلت أميا في التكنولوجيا. طبعا عنوان المداخلة هي سياسات واستراتيجيات ماليزيا للاستثمار في هجرة الأدمغة. طبعا المداخلة ستكون قصيرة جدا، وما سأقوله كتبته حتى لا أقع في وحل الوقت. إن شاء الله تكون ظهرت العرض موجود. ظاهر أم؟ نعم. جيد. شكرا. إذن أول نقطة هي أن نتكلم على نقاط المناقشة، وهي ملخص الدراسة، مقدمة بسيطة أو قصيرة، إشكالية الدراسة، سياسة ماليزيا في استقطاب هجرة الأدمغة، مخرجات التعليم في الجامعات الماليزية، أعضاء هيئة التدريس أي مخرجات أعضاء هيئة التدريس وجودة الخدمات، المخرجات الكمية والنوعية لعدد الطلبة، المخرجات الكمية للتأطير والإشراف لهيئة التدريس، مخرجات الجامعة في النشر والبحوث العلمية، مخرجات الجامعة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية، مخرجات الجامعة في الميداليات والجوائز العلمية العالمية والمحلية، الإنفاق على التعليم، سياسات الجامعات الماليزية في استقطاب الطلبة الأجانب، تحديات الجامعات الماليزية في استقطاب الكفاءات العلمية الأجنبية، دور هجرة الأدمغة في النهضة الاقتصادية الماليزية. إذن اعتمدت الكثير من الدول المتقدمة وفي مقدمتها ماليزيا سياسات مختلفة لجلب الكفاءات العلمية الأجنبية من شتى أقطار العالم وخاصة من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط بهدف الاستفادة منها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وخاصة الكفاءات الأكاديمية. طبعاً الدراسة هذا مركز على الكفاءات الأكاديمية في الجامعات. إذا حاولت الحكومة الماليزية بكل جهودها المالية والبشرية استقطاب ما لا يقل عن 200,000 طالب أجنبي في مطلع عام 2020. هذه طبعا الدراسة عملتها في 2019 وتؤكد الدراسات الحديثة تؤكد الدراسات الحديثة على ضرورة اعتبار الكفاءة الوافدة جزء من مجتمع علمي وطني. يعني لازم الكفاءات الوافدة يجب اعتبارها من المجتمع الوطني حتى وتعامل على أساس أنهم مواطنين محليين يقوموا بدوره العلمي في إطار تطوير البلد. أي أن الكفاءة يجب أن تعامل كجزء من الجالية العلمية الوطنية التي تتعامل فيما بينها وتناقش مشاكل البلد العلمية والاقتصادية للتوصل إلى حلول ناجحة وفعالة تخدم مسيرة التنمية. تشكل التقنية وفرص التعليم
في الدول المتطورة عوامل جذب للعقول الأجنبية خاصة من الدول النامية من إفريقيا وآسيا ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تهاجر إلى تلك الدول، هذا فضلا عن المناخ العلمي الذي تجد فيه الكفاءة المهاجرة نفسها وتحقق من خلاله طموحاتها وتطلعاتها لما توفره لهم من فرص للتقدير والتمايز في المعاملة في المحيط العلمي. وماليزيا واحدة من هذه الدول التي أصبحت مركز جذب لهذه الطاقات والكفاءات العلمية التي تتوافد إليها من كل حدب وصوب، سيما من أقطار العالم الإسلامي. وهنا جوهر القضية، ما الدوافع التي جعلت ماليزيا قبلة بهجرة الأدمغة؟ أو ما هي السياسة والاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة الماليزية لجعلها مركز جذب؟ لعل من بين المعايير التي تساعد على قياس مدى نجاح ماليزيا في استقطاب والاستفادة من الكفاءة الأجنبية سواء بالنسبة للطلبة أو الأساتذة الأكاديميين هو قياس حجم مخرجات الجامعة في مجالات التدريس والبرامج التعليمية والتأطير والبحوث العلمية وغيرها مما سنذكره في الآتي. مخرجات التعليم في الجامعات الماليزية. الحكومة الماليزية بذلت جهودا كبيرة في تطوير التعليم الجامعي والاهتمام بجودته وتحسين الربط بين ما تنتجه الجامعات من بحوث وحاجة القطاع الخاص إلى تلك البحوث. وقد قامت الحكومة بتحديث نظامها الجامعي وزادت الفرص من خلال إنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي لتلبية الطلب المتنامي على العمالة الماهرة المطلوبة لاستدامة النمو الاقتصادي والتنافسية، فأنشأت بما يسمى نظاماً على مستوى عالمي، ولكن عدد قليل من الجامعات الماليزية هو ما أمكنه أن يحقق وضعاً تنافسياً عالمياً. يعني بعض الجامعات وليس كل الجامعات، وخاصة الجامعات البحثية بما يسميها RU Research Universities، جامعة مرايا، UKM، UPM، UTM و USM. هذه الجامعات هي التي ترت في الترتيب العالمي واستطاعت تحقيق ما أمكنه، وظهرت على قائمة الجامعات الأفضل عالميا، وأن هذه الجامعات هي التي تقدم إسهاما حقيقيا في تقديم المعرفة من خلال البحث والتعليم. الجامعات الماليزية وصلت إلى مستوى عالمي بتحقيق التوازن بين التوسع الكمي وتحسين الجودة، بما يتطلبه ذلك من تخفيف القيود الإدارية والمالية التي تخضع لها الجامعات المالية الحكومية، وتمكينها من التركيز على قضايا التطوير المؤسسي وقدرتها على استيعاب الطلبة المتميزين، وذلك من خلال اختيار أعضاء هيئة التدريس بعناية فائقة، يعني شروط دقيقة جدا وفائقة. لكن هذا الأخير يعتبر عامل مهم جدا في استقطاب الطلبة خاصة منهم الأجانب وتعيين أفضل الكفاءات لقيادة الجامعات، طبعا مع توسيع رؤية القيادات نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وخلق جامعات على مستوى عالمي لمواكبة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والإصلاحات الجارية في المراحل التعليمية المختلفة ومنها العالية. كما أن لماليزيا، طبعا ماليزيا كذلك لها أهداف للتحول إلى اقتصاد المعرفة تقوم على استيعاب وتبني المعرفة العالمية القائمة وإنتاج وتسويق مبتكرات نابعة من ماليزيا وتزويد القوة العاملة الماهرة بالمواصفات التقنية والإدارية لاقتصاد عصري قائم على الإبداع. في كل عام يتخرج من الجامعات الماليزية الخاصة منها والحكومية مئات الآلاف من الطلبة، منهم الآلاف من الأجانب، كما أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الجامعات على تخريج الآلاف من الطلبة الحاملين لشهادات الدكتوراه عالية الجودة، إذ تعتبرهم رأس مال بشري من الدرجة الأولى وضروري جدا لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية الصناعية واستكشاف مجالات جديدة من البحوث التي يمكن أن تحافظ على الميزة التنافسية للأمة الماليزية على الآخرين. المخرجات الكمية لتأطير والإشراف لهيئة التدريس. يعود الدور الكبير والمهم في عملية البحث العلمي والنشر إلى المشرفين والذين على عاتقهم مهمة أساسية، وهي توجيه الطلاب في كيفية أداء العملية
عملية البحث العلمي وتحفيزهم للوصول إلى اكتشاف إمكاناتهم العلمية وتقديم الإرشادات المناسبة حول تقدم البحث والمخرجات والنتائج المتوقعة من بحوثهم. طبعاً عملية البحث العلمي تقتضي إمكانات مادية وبشرية ومهارات وتسهيلات لا بد للجامعة من توفيرها، مما يعني أن الجامعات ستحتاج إلى أكاديميين لديهم الكفاءة العالية للإشراف على الطلاب في رحلاتهم البحثية بكفاءة وتفاني. أعطي مثال هنا، بلغ عدد البحوث العلمية المنشورة من قبل المؤسسات التعليمية الماليزية، وأخص بذكر الجامعات الحكومية خلال 4 سنوات أي من 2012 إلى 2016 ما يقارب 133,143 بحثا علميا خاصة في المجلات العالمية ذات عامل تأثير عال، وبرزت جامعة مرايا في المقدمة University of Malaya جامعة مرايا في المقدمة ب 21,131 بحثا علميا، تليها الجامعة التكنولوجية UTM الماليزية ب 16,773 بحثا، ثم الجامعة الوطنية UKM ب 16,283 بحثا علميا، ثم تليها جامعة بوترا UPM الماليزية ب 16,050 بحثا، وفي الأخير جامعة العلوم الماليزية جامعة العلوم يسمى USM University Science Malaysia ب 16,350 بحثا علميا. مع العلم أن هناك أكثر من 20 جامعة حكومية لها باع كذلك في مجال البحث العلمي والنشر، لكن الباحث اكتفى في هذه الدراسة، يعني اكتفيت في هذه الدراسة على الجامعات الخمس الماليزية المرتبة ضمن أحسن 500، هذه 500 منذ سنوات يعني، لكن الآن في 200 جامعة الأولى في العالم. مخرجات الجامعات، الجامعة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية. الجامعات والمؤسسات التعليمية الماليزية تقوم بتنظيم ورشات عمل ومؤتمرات دولية سنويا، حيث يتم استدعاء خبراء عالميون يناقشون أمور التعليم العالي في شتى المجالات، حيث يحضر هذه المؤتمرات كوكبة من الأكاديميين والمتخصصين في شؤون التعليم العالي، وغالبا ما يتزامن ذلك مع تنظيم ورشات عمل من قبل الجامعات والمؤسسات التعليمية كأحد الفعاليات المهمة التي تجذب الحضور والمشاركين، يعني حجة وحويجة، يعني يستثمرون في مادي وكذلك في المهارات إلى غير ذلك. ويبلغ عدد الحضور في هذه النشاطات غالبا والفعاليات أعداد هائلة من الزوار والمشاركين، والتي تركز على مواضيع الساعة المختلفة والمهمة التي تتعلق بالتعليم العالي، والتي تركز على التوجهات والتطورات الحديثة في شتى المجالات، مثل التوافق بين استراتيجيات ورؤى الجامعات ورؤية الدولة. مخرجات الجامعة في الميداليات والجوائز العالمية. تعتبر التصنيفات العالمية للجامعات من أبرز المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على جودة الجامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم الجامعات التي تهدف إلى تحسين صورتها وسمعتها إلى الأخذ بالمعايير التي تضعها أشهر التصنيفات، وعليه فهذه التصنيفات تعكس جانب كبير من جودة التعليم العالي. وعلى هذا الأساس تسعى معظم الجامعات الماليزية كغيرها من الجامعات على المستوى العالمي محاولة منها الحصول على الترتيب المشرف لها ضمن هذا الترتيب ووفق معايير محددة، وتحقيق هذه المعايير هو مؤشر على جودة التعليم لهذه الجامعات. الإنفاق على البحث العلمي أو على التعليم بصفة عامة. تعطي ماليزيا التعليم بصفة عامة والبحث العلمي اهتماما كبيرا، سواء على مستوى الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي أو على مستوى الجامعات ومراكز البحوث، ويعد من أولوياتها، حيث تنفق أموالا طائلة في هذا الشأن، حيث زاد الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير وربط مخرجاته باحتياجات ومتطلبات سوق العمل. طبعا من أجل الربط بين الاحتياجات النوعية للتعليم الجامعي ونشاطات البحوث العلمية، أسست ماليزيا قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية، وأمدتها بموارد المعرفة والبنية التحتية الأساسية اللازمة، مع دعم الدولة لجهود الأبحاث العلمية في الجامعات من خلال مؤسسة التطوير التقنية الماليزية، وتشجيع الروابط
بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنية من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية للأغراض التجارية. ويلعب المجلس العلمي المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دوراً في مجال رعاية المؤسسات البحثية وتقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات الماليزية والتنمية والقطاع الخاص. من بين العوامل التي لها الدور الكبير في استقطاب الطلبة الأجانب هو اهتمام الجامعات الماليزية بالبحث العلمي والتطوير، خاصة الجامعات الحكومية وبالأخص الجامعات الخمسة كما ذكرناها UM, UPM, UKM, UTM و USM. هذه جامعات اسمها RU Universities، وهي جامعة مرايا وجامعة بوترا الماليزية والجامعة الوطنية وجامعة العلوم الماليزية وجامعة التكنولوجيا، وهي تعتبر أقطاب جامعية، تعتبر قطب كبير، أقطاب كبيرة في ماليزيا ضخمة لما تتلقاه من دعم من التعليم العالي، حيث خصص لها 400 مليون ريال، 400 مليون هو مبلغ كبير جدا من ميزانية الدولة لسنة 2019، وهذا المبلغ موجه خصيصا لهذه الجامعات دون سواها، دعما للبحث العلمي لتعزيز وزيادة البحث العلمي وخلق فرص جديدة للتعاون على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. هذا المبلغ كذلك من شأنه يساعد على تجهيز المخابر الجامعات بالأجهزة والآلات الضرورية لإجراء البحوث العلمية، أضف إلى ذلك يساعد في تزويد قاعات التدريس ومراكز البحوث والمخابر بالتكنولوجيا المتقدمة المعاصرة. تحديات الجامعات الماليزية في استقطاب الكفاءات العلمية. هناك تحدي كبير للحكومة الماليزية في هذا الشأن، حيث أن هناك كثير من المتخصصين في المجال التربوي والتعليمي يشككون في إمكانية تحقيق هذا الهدف، نظراً لتعقيدات أنظمة الهجرة والتأشيرات الخاصة بالطلاب والأجانب عموماً وضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية. طبعاً هذا تصريح من بعض المسؤولين في الحكومة الماليزية، كما في وزارة التعليم والداخلية على سبيل المثال. ويدعو البروفيسور هذا خوزيري، هذا بروفيسور ماليزي عضو في الحكومة، إلى اعتماد ميزانيات حقيقية للمنح الدراسية للماليزيين والأجانب. طبعاً من قبل كانت هناك منح مخصصة للأجانب والماليزيين، ولكن بمرور الزمن تطورت الأمور إلى منح فقط للماليزيين، أما الآن هناك مطالبات بمنح المنح للماليزيين والأجانب على حد سواء، يعني بالتساوي. حقيقة المنح الدراسية للماليزيين والأجانب على حد سواء بهدف تشجيع التعليم والبحث العلمي في ماليزيا، ويقول إن تخصيص منح دراسية للطلاب الأجانب يساهم في التسويق للتعليم في البلاد. وفيه تحدي آخر للحكومة الماليزية وهو إصلاح قطاع التعليم، خاصة قطاع التعليم العالي، حيث يعترف وزير التعليم الماليزي مازلي مالك أن هذا القطاع بحاجة ماسة إلى إصلاح، واعتبره أحد الشروط الأساسية لعودتها لأحد النمور الآسيوية، يعني نوع من ضمنيا اعتراف أن ماليزيا هناك نوع من التراجع عندها، ولكن يمكن أن تستدرك لتعود إلى ما كانت عليه سابقا. بالإضافة إلى مساهمة طلب الأجانب المادية للاقتصاد الماليزي، نجد أن هناك فئة الأساتذة والباحثين الأجانب الذين لهم كذلك مساهمات كبيرة ومعتبرة في الاقتصاد الماليزي من خلال الإنجازات العلمية، خاصة فيما يخص البحث العلمي وإنتاج البرامج الدراسية والمناهج وكذلك التدريب وتكوين الطلبة. معظم هؤلاء المحاضرين الأجانب يتم توظيفهم في الجامعة الماليزية وفق معايير وشروط الالتحاق بالمنصب، مثل قبول الثقافات المختلفة باعتبار أن الأمر مرتبط بالثقافة التنظيمية، كذلك المساهمة في جلب الطلبة الأجانب إلى الجامعة، أضف إلى ذلك القدرة على المنافسة في جودة وأداء العمل والمساهمة في إنتاج المعرفة من خلال البرامج التعليمية والمناهج التربوية والتعليم الجيد للطلبة وتكميلهم تكويناً نوعياً. دور هجرة الأدمغة في النهضة الاقتصادية الماليزية. كذلك المشاركة في المنافسة الوطنية والدولية العلمية والحصول على الميداليات والجوائز العلمية،
كذلك القدرة على النشر في المجلات العالمية ذات عامل التأثير، خاصة في مجلات سكوبوس والآي أس آي، وهذا الشرط يخص الجامعات البحثية، يعني طبعاً الجامعات الخمسة المذكورة، ولكن هناك جامعات أخرى غير البحثية أصبحت تطالب بهذه الشروط أو تفرض هذه الشروط من أجل التوظيف إلى غيره. وهذا الشرط يخص الجامعات البحثية على وجه الخصوص، مثل جامعة مرايا وجامعة قطراء الماليزية والجامعة الوطنية وجامعة العلوم الماليزية والجامعة التكنولوجية الماليزية، وكل من يستوفي هذه الشروط والمتطلبات من شأنه يستطيع المساهمة بشكل مقبول الارتقاء بالجامعة الماليزية، خاصة في الترتيب العالمي الذي يعتبر كمؤشر حقيقي لتطور اقتصاد الدولة أو انهياره. طبعا هناك خلاصة قصيرة جدا فقط. تناول الباحث في هذه الورقة استراتيجية ماليزيا للاستثمار في هجرة الأدمغة، حيث ركز الباحث على ذلك من خلال مخرجات التعليم في الجامعات الماليزية، أعضاء هيئة التدريس وجودة الخدمات، المخرجات الكمية والنوعية لعدد الطلبة، المخرجات الكمية للتأطير والإشراف لهيئة التدريس، مخرجات الجامعة في النشر والبحوث العلمية، مخرجات الجامعة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية، مخرجات الجامعة في الميداليات والجوائز العالمية والمحلية، ثم الإنفاق على التعليم، سياسات الجامعات الماليزية في استقطاب طلبة الأجانب، تحديات الجامعات الماليزية في استقطاب الكفاءات العلمية الأجنبية، وفي الأخير دور الهجرة الأدمغة في النهضة الاقتصادية الماليزية. طبعا هذه باختصار فقط، ولكن يعني هناك معلومات كثيرة موجودة في الورقة كاملة. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور عاشور على هذه المداخلة التي تعتبر فعلا قيمة في هذا الملتقى، نظرا لتقديمك إلى تجربة دولية في مجال الاستقطاب والاستثمار في هجرة الأدمغة، وعطيت مثال حول تجربة ماليزيا. أهم النقاط التي التمستها في هذه المداخلة أو كملخص حول أهم النقاط التي ذكرها الأستاذ عاشور في مداخلته، متمثلة في استثمار ماليزيا في استقطاب الطلبة والأساتذة والكفاءات الأكاديمية والباحثين، كذلك تطرق إلى مخرجات الجامعة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية، كذلك ركز على أن ماليزيا تهتم بالإنفاق على التعليم بمبالغ ضخمة في الاستثمار في هذا المجال، كذلك ركز على دور هجرة الأدمغة في نهضة دولة ماليزيا، خاصة هنا نتكلم على هجرة الأدمغة دول من الدول الأجنبية، كذلك أشار إلى أن ماليزيا اعتمدت على سياسات جلب الأدمغة من كافة أنحاء العالم، خاصة الكفاءات الأكاديمية، استقطاب أكثر من 200 ألف طالب مطلع 2020، كذلك ركز بأن ماليزيا تتعامل مع الكفاءات الأجنبية وكأنهم مواطنين ماليزيين، وهذا فعلا ينعكس معنويا على قضية الانتماء لدولة ماليزيا. هنا المناخ العلمي يعتبر أساس جذب الكفاءات الأكاديمية بالنسبة للكفاءات الأجنبية. ماليزيا كذلك تعمل على أو تعتبر مركز جذب لكفاءات، خاصة الكفاءات من الدول الإسلامية. كذلك ماليزيا تعتمد على مجموعة من المعايير التي تستند عليها بالنسبة للطلبة والأساتذة، وهي نوعية مخرجات الجامعة. كذلك ماليزيا تركز على تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي، وأهمها الربط ما تنتجه الجامعة من بحوث علمية وحاجة القطاع الخاص إلى تلك البحوث، أي الربط هنا ما بين الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، وهذا يعتبر نقطة فارغة في تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي والنهضة الاقتصادية. كذلك أشار إلى أعضاء هيئة التدريس وجودة الخدمات كمحور رئيسي في مداخلته، ركز كذلك على المخرجات الكمية والنوعية لعدد الطلبة، وأشار إلى تخرج مئات الآلاف من الطلبة الحاملين لشهادات عالية الجودة من الجامعات الماليزية. كذلك ركز على علاقة المشرفين في توجيه وتحفيز الطلبة لتقديم بحوث علمية ذات جودة عالية بالاعتماد على كفاءات متكونة بتكوين وفق معايير ذات نوعية وذات نوعية جيدة. كذلك أشار إلى مجموعة من الإحصائيات حول عدد البحوث العلمية المنشورة من سنة 2012 إلى غاية 2016، أي ما يقارب، ذكر هنا إحصائية، ما يقارب 133,143 بحث علمي
خاصة أشار إلى أن جامعة مالايا لديها حصة الأسد في إنتاج هذا العدد من البحوث العلمية. كذلك أشار إلى أن هناك 5 جامعات ماليزية ضمن الأحسن من 500 جامعة عبر العالم سنة 2018. كذلك أشار بأن جامعات ماليزية تعمل على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل التي لها علاقة بالقضايا المعاصرة في شتى المجالات. كذلك أشار إلى أن ماليزيا تهتم بالميداليات والجوائز العالمية والمحلية التي تعتبر كمؤشر أساسي على جودة مخرجات الجامعات. كذلك أشار إلى أن ماليزيا تعطي اهتماماً كبيراً للبحث العلمي ويعتبر من أولويات سياسات حكومتها. في الأخير أشار إلى التحديات التي تواجهها الجامعات الماليزية في استقطاب أكبر عدد من الكفاءات العلمية، وأشار كذلك إلى مساهمة الكفاءات. كخاتمة أشار إلى أهمية الكفاءات العلمية الأجنبية في مساهمتها لتحقيق النهضة الاقتصادية بماليزيا. هذه أهم النقاط التي ذكرها وتعتبر فعلا كتجربة مهمة في ضمن محاور الملتقى يمكن الاستفادة من هذه التجربة بالنسبة لبلادنا. شكرا. الآن سوف نفتح النقاش، فممكن شارك زميلتي الأستاذة ذهبية بن عبد الرحمن، ممكن نعطيها الكلمة باعتبارها مقررة للجلسة إذا راها معايا. أستاذي الكريم هيا عاودة دخلت سرار، نجربوا معها نعطوها الكلمة، إذا مازال عندها مشكل تقني نفوتوا. اسمح لنا أستاذة. اسمح أستاذة سرار زهرة. أستاذة سرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية نشكر كل القائمين على هذا الملتقى القيم. إظهار العرض من فضلك، عرض المداخلة إذا فيه إمكان. شكرا تفضلي أستاذ. نرحب بجميع القائمين على هذا الملتقى والمشاركين فيه. معكم الأستاذة سرار زهرة من جامعة الجلفة، والمداخلة بعنوان هجرة الأدمغة العربية بين عوامل الدفع والجذب وتبعاتها السلبية على مستقبل التنمية العربية ضمن المحور الثاني. بداية، لقد أثبتت الخبرات المجتمعات المعاصرة أن رأس المال البشري أهم عناصر التنمية، فكثير من المجتمعات تفوقت حضارياً بسبب نجاحها في استثمار مواردها البشرية، بينما فشلت الثروات الطبيعية في كثير من الأحيان في تحويل البشر إلى فئات منتجة. وأصبح من البديهي في يومنا هذا أن المصدر الحقيقي للثروة لم يعد أو يكمن في امتلاك الخامات أو قوة العمل أو الآلات، وإنما في امتلاك قاعدة بشرية مثقفة وعلمية وعملية وتكنولوجيا قادرة على دفع عجلة التنمية وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة. ومع الاهتمام المتزايد بهذا المورد أصبحت الكفاءات محل جذب للدول المتقدمة، وهذا ما جعل هجرتها تسبب الأضرار للدول المتخلفة خاصة. حيث أصبحت هذه ظاهرة هجرة الكفاءات أو الأدمغة ظاهرة سلبية على واقع ومستقبل التنمية في الوطن العربي، خاصة وأننا في عصر تمثل فيه الكفاءات العلمية والتقنية والمعرفة المصدر الرئيسي للميزة النسبية وأساس التفوق والتنافس والتنمية بين الأمم. وانطلاقا من ذلك تتمحور إشكالية مداخلتنا فيما يلي: فيما تكمن الأسباب والدوافع التي تؤدي بهجرة الكفاءات من البلدان العربية، وما الجهود المبذولة لردع ظاهرة هجرة ونزيف الكفاءات والأدمغة العربية في ذلك؟ قد تم التطرق إلى مفهوم الهجرة الأدمغة من قبل المتأخرين الآخرين، لذا سنتطرق إلى الأسباب الرئيسية لهجرة الأدمغة. نلاحظ أن هناك 4 أسباب: اجتماعية واقتصادية وسياسية وأيضا أكاديمية. فيما يخص الاجتماعية، هناك أيضا فيما الأسباب أن يمكن أن تكون في المتزوجون أو العمر أو المكانة الاجتماعية. أما الأسباب الاقتصادية فيمكن أن نحصرها في انخفاض مستويات المعيشة في معظم البلدان النامية وارتفاع أجور العلماء والخبراء، أو في تمويل طالب الدراسات العليا بالخارج حيث يحظى بتمويل أكبر في الخارج، وفرة الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي والتدريب في العالم المتقدم.
أسباب سياسية أيضا يمكن في على عدم الاستقرار السياسي أو الحرية الفردية أو احتلال العلماء العائدين لمراكز قيادية بالوطن، مما يخلف آثار للعلماء المحليين. الأسباب الأكاديمية، هناك أسباب أكاديمية تدفع بالكفاءات إلى المهجر والامتناع عن عودتهم، يمكن حصرها في انعدام التحدي المهني الذي يجذب العلماء وندرة المؤتمرات، ضعف وانعدام الصلات بين مراكز البحوث والمؤسسات الإنتاجية الكبرى، والتشجيع والحوافز. نذهب إلى المحور الثاني والذي فيه سنرى الواقع هجرة الكفاءات في العالم ثم في الوطن العربي خاصة ثم في الجزائر كدراسة حالة. في العالم، ظاهرة الهجرة في العالم تتزايد مع مرور السنوات، وذلك لأسباب مختلفة، حيث تهاجر الغالبية العظمى من الناس على الصعيد الدولي لأسباب تتعلق بالعمل والأسرة والدراسة إلى آخره. وفيما يلي هذا الجدول يبين نسبة المهاجرين الدوليين في خلال الفترة 1970 إلى 2019. من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هجرة الأدمغة في العالم في تزايد مستمر، حيث سجلت أعلى قيمة لها في سنة 2019 ب 271 مليون شخص، أما أدنى قيمة سنة 1970 ب 84 مليون شخص، وبالتالي ازدياد العدد التقديري للمهاجرين الدوليين خلال العقود الخمس الماضية. وفي هذا الشكل يبين ارتفاعها من 174 مليون في 1995 إلى 2272 مليون في 2019. وفي الشكل نلاحظ أن حجم المهاجرين الدوليين في تزايد على الصعيد العالمي، لكنه ظل مستقر نسبيا كنسبة مئوية من سكان العالم، كما أن نسبة 52% من المهاجرين الدوليين هم ذكور، وهي النسبة الأعلى، في حين يبلغ نسبة 48% إناث كما يوضحه الشكل. أما فيما يخص البلدان أو العمال المهاجرون بحسب مستوى دخل بلدان المقصد، نلاحظ من هذا الشكل أن عدد العمال التي تهاجر من بلدانهم الأصلية بلغ 75% من عدد المهاجرين العاملين قاصدين الدول مرتفعة الدخل، وذلك سنة 2013. أما سنة 2017 كانت النسبة ما يفوق 68%، أي أن هذه الدول شهدت في الفترة من 2013 إلى 2017 تراجعاً بقيمة 7 نقاط مئوية في نسبة عمال المهاجرين. أما في الشكل الذي يليه يظهر الشكل المهاجرين الخارجيون والوافدون من وإلى بلدانهم الأصلية، حيث نلاحظ أن مصر شهدت أكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون في الخارج، وذلك نظراً للظروف التي تعيشها مصر، تليها المغرب بالنسبة متقاربة، وجنوب السودان والصومال والسودان والجزائر. أما من حيث المهاجرين الوافدين، نجد أن كوت ديفوار وأوغندا، نيجيريا، إثيوبيا من بين أهم الدول الإفريقية التي يعود فيها المهاجرون لبلدانهم الأصلية. الآن واقع الهجرة في البلدان العربية. عدد المهاجرين في المنطقة العربية من 1990 إلى 2017 يتزايد بنسبة كان 14.2 مليون في سنة 1990 إلى 38.1 مليون سنة 2017. أما العمال المهاجرون في المنطقة العربية خاصة حسب مجموعات البلدان في العالم سنة 2017، نلاحظ بأن حجم الهجرة في المنطقة العربية خاصة 2017 بلغ عدد العمال 164 مليون، فهم يعرفون بأنهم أفراد مهاجرون دوليون في سن العمل، موظفون أو عاطلون عن العمل في بلد الإقامة الحالية، وقد بلغ عدد العمال المهاجرين في الشرق الأوسط 22.7 مليون، أغلبهم ذكور، ونسبة العمال المهاجرين فيها نسبة تقارب النصف في 40.8%. أما عدد الطلاب التعليم العالي في الخارج من بلدان المنشأ خلال بلدان المنشأ العربية في العشر الأولى من 2012 إلى 2017 وبلدان المقصد من 2012 إلى 2017، نلاحظ أن التعليم من أهم أسباب الهجرة الأدمغة من البلدان العربية، تعد المملكة العربية السعودية أكثر بلد يهاجر منه الطلاب للدراسة في الخارج، وهي في تزايد من 2012 إلى 2017.
تليها المغرب ثانيا كأعلى نسبة، ثم الجمهورية السورية بنسبة متقاربة من حيث الذهاب طلابها للخارج، ومصر والعراق وفلسطين والكويت بنسبة قليلة. أما من حيث الدول المستقبلة لهذه الكفاءات، فالولايات المتحدة الأمريكية تحتل الصدارة في جذب الطلاب نظرا للإمكانيات العلمية والمادية ومستوى التعليم لديهم، تليها فرنسا بنسبة متقاربة معها، والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيرلندا وتركيا وكندا. كدراسة حالة في الجزائر، الجزائر كباقي الدول العربية لديها الكثير من الكفاءات التي تغادر البلاد، وكثير منها لا يعود بالدرجة الأولى إلى ويعود إلى بالدرجة الأولى إلى الوضع المعيشي في الجزائر وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ونقص التعليم الصحة والقدرة الشرعية. ومن خلال الجدول التالي نتعرف على مكانة الجزائر في الهجرة بالأرقام، حيث من خلال الشكلين نستوضح أن الجزائر تأتي في المركز الثالث من حيث هجرة كفاءاتها بعد المغرب وتونس، بالرغم من الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر للحفاظ على كفاءاتها البشرية وذلك بنسبة 4.2%. ومن الشكل الثاني نستنتج أن فرنسا البلد المقصد الذي يجذب العقول البشرية وذلك بنسبة 50% لما تحتويه من موارد تعليمية ومالية، بحكم معرفتهم باللغة الفرنسية ووجود جالية جزائرية كبيرة هنا. لكن مع الأزمة التي مر بها العالم كوفيد-19، تأخرت الجزائر كباقي البلدان وذلك لعدم السماح بالمغادرة منها وإليها للحفاظ على سلامة المواطنين. فقد قل عدد هذه الأشخاص، وفي من ضمن دراسة عالمية شاملة شارك فيها 209 ألف شخص من 190 بلد، فقد كانت متتراوح أعمارهم من بين 21 إلى 50 سنة. انتقال نجد أن انتقالها كان 100% من الجزائريين المستجوبين يمتهنون التكنولوجيا، حيث لا زالت الجزائر تعاني من هذه الظاهرة. والآن نمر إلى الآثار السلبية لهجرة الأدمغة على البلدان العربية، حيث تفرز هجرة العقول العربية إلى البلدان الغربية عدة آثار سلبية، من بينها ضياع الجهود والطاقات الإنتاجية والعلمية لهذه العقول العربية، تبديد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي أنفقت على تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها البلدان الغربية، وضعف وتدهور الإنتاج العلمي. التحديات والعوائق التي تواجه عودة الكفاءات العربية، افتقاد الدول العربية إلى المشاريع التنموية شاملة، مطالبة الكفاءات التي تغادر بلدانها الأصلية باسترجاع وتعويض الموارد المالية التي أنفقتها الدول على تأهيلهم وتعليمهم، عدم وجود جو ملائم مع تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، غياب الوحدة والتكامل بين الدول العربية في الحد من مشكلة هجرة العقول. وكخاتمة نمر إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها. فرأس المال البشري أو الكفاءات البشرية تعد مورداً هاماً للنهوض باقتصاديات الدول. أن الدول السائرة في النمو تعاني كثيراً من ظاهرة هجرة الأدمغة، وتستخدم الدول المتقدمة الأدمغة العربية لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لديها. وكاقتراحات لهذه الدراسة، إعادة النظر في سياسات التشغيل الخاصة بالدول العربية والعمل على إعطاء الأولوية في تشغيل أبناء الوطن أولاً، ثم أبناء الدول العربية ثانياً، ثم العمل ثالثاً. إجبارية صياغة سياسة عربية بين الدول في الوطن العربي التي تعاني من هجرة كفاءاتها العمالية، والاهتمام بعنصر التنمية البشرية حيث أصبح ضرورة ملحية بتحويلها لموارد لمواجهة العقبات التي تعاني منها. شكرا أستاذة، شكرا أستاذة على هذه المداخلة المتعلقة بهجرة الأدمغة العربية بين عوامل الجذب والدفع وتبعاتها السلبية على مستقبل التنمية العربية. تطرقت أو كملخص حول هذه المداخلة تمثلت في أهم النقاط. أشارت أولا إلى الإشكالية الرئيسية لهذه المداخلة التي تمثلت فيما تكمن الأسباب والدوافع التي تؤدي بهجرة الكفاءات من البلدان العربية، وما هي الجهود المبذولة لردع أو للحد من ظاهرة الهجرة ونزيف الكفاءات والأدمغة العربية في ذلك. كذلك تطرقت إلى الأسباب الرئيسية لهجرة الأدمغة وذكرت أهم الأسباب، أسباب اجتماعية. فعلا هجرة الأدمغة تعتبر ظاهرة اجتماعية معقدة خاصة بالنسبة للدول المتخلفة
وبالنسبة للجزائر تعتبر كذلك هذه ظاهرة معقدة. كذلك تطرقت إلى الأسباب الاقتصادية بسبب تحسين الوضع المادي بالنسبة للدول المستقبلة لهذه الكفاءات، كذلك الأسباب السياسية لأن عدم الاستقرار السياسي يعتبر من بين الأسباب الرئيسية لهجرة الكفاءات، وكذلك تطرقت إلى الأسباب الأكاديمية. تطرقت كذلك إلى محور آخر يتعلق بواقع هجرة الكفاءات عبر العالم، وقدمت إحصائيات من سنة 1970 إلى غاية 1919 والتي هي في تزايد مستمر نظرا للعديد من الأسباب التي ذكرتها الأستاذة في هذه المداخلة. كذلك تطرقت إلى واقع هجرة الكفاءات في البلدان العربية من سنة 1990 إلى غاية 2017 من خلال الإحصائيات التي قامت الأستاذة بعرضها وفق شكل معين، بيّنت أو أظهرت بأن هجرة الكفاءات خلال هذه المدة الزمنية هي في تزايد مستمر بالنظر إلى الأسباب المختلفة. كذلك ذكرت بأن عدد طلاب التعليم العالي في الخارج من بلدان منشأ العربية، أشارت إلى بلدان المقصد، معناه أنه هجرة الكفاءات العربية والبلدان التي تعتمد على أو تعمد على استقطاب هذه الكفاءات، أشارت إلى العديد من البلدان بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وخاصة كل الدول الأوروبية. كذلك أشارت إلى أن تدهور الأسباب الرئيسية، تدهور الأوضاع الاقتصادية يعتبر سبب رئيسي في هجرة الكفاءات الوطنية خاصة هنا بالجزائر، وتطرقت إلى محور آخر الذي هو جزء رئيسي من الإشكالية المتمثل في الآثار السلبية لهجرة الأدمغة على البلدان العربية، من بينها ضياع الجهود والطاقات، ومن بينها تدهور وتدني مستوى التعليم بالنسبة لهذه الدول. في الأخير تطرقت إلى محور مهم جدا يتعلق بالتحديات والعوائق التي تواجه البلدان العربية في قضية أو إشكالية هجرة الأدمغة. أهم النتائج التي توصلت إليها الأستاذة في هذه المداخلة هي معاناة الدول العربية في هجرة كفاءاتها الوطنية، وكذلك قدمت بعض الحلول في النتائج، من بينها هي اهتمام الدول العربية بتحسين ظروف العمل، بتحسين ظروف الاجتماعية، وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية، كل هذه الظروف ربما، وتقديم مجموعة من التحفيزات للحفاظ على كفاءاتها الوطنية. هذه أهم ما تم استنتاجه أو أهم النقاط الرئيسية التي استنتجناها من هذه المداخلة. إذا تمت لا توجد مداخلة أخرى يمكننا التوجه مباشرة إلى المناقشة العامة. أستاذة نتوجه إلى المناقشة العامة، ما فيش؟ نعم، بما أنه خلصنا كل المداخلات. شكرا، مش حبينا نتأكد. شكرا. الآن توجه إلى زميلتي الأستاذة بن عبد الرحمن ذهبية إذا راح متواجدة باعتبارها مقررة الجلسة. أستاذة بن عبد الرحمن. نعم، السلام عليكم. شكرا أستاذة، تفضلي. في صوت مسموع؟ يعني نسمع فيك أستاذة، نسمع فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أشكر زميلي رئيس الجلسة دكتور عبد اللطيف مصيطفة وكل قائمين على تنظيم هذا الملتقى، وخصوصا مخبر تطبيقات الكمية والنوعية بجميع الولايات، ومخبر دراسات اقتصادية حول سيد عبد اللطيف ولد حيمودة. عبد اللطيف ولد حيمودة. ومخبر دراسات الاقتصادية حول المناطق الصناعية في ظل الدور الجديد للجامعة بجامعة برج بوعريريج. أشكر كذلك مسؤولة الجلسة والأساتذة المحاضرين. طبعا من خلال تسجيلي لهذه الملاحظات يعني المحاضرات الستة كانت جلها تتمحور حول الإشكاليات الهجرة الخاصة بالكفاءات الوطنية والعربية. فيه كذلك محاضرة كان ألقاها دكتور مجلسي حول كيفية الاستفادة من التجربة الماليزية في استقطاب الكفاءات الخارجية أو الأجنبية، وكيفية الاستفادة كذلك منها في تقدر حتى تقدر الجزائر أنها تستفاد من هذا للحد من هجرة الأدمغة، وكاستفادة من الكفاءات اللي راهي خارج الوطن. تقريبا كل المحاضرات يعني معظم المحاضرات حاولت انها تقدم كتوصيات، طبعا سجلت التوصيات وفيها بعد دادها دي تشوبي للدكتور عبد اللطيف مصيط عبد اللطيف ودا، واعتذر عن اللقب. كل المحاضرين كذلك إن شاء الله نتمنى أنه هذا الملتقى والتوصيات اللي يخرج إن شاء الله تطبق
لها صدى وتحقق لنا فعلا إقلاع مستنف اللي تمر به الجزائر، على الأقل نزيد نرتقي اقتصاديا. وشكرا. شكرا الأستاذة الزميلة بن عبد الرحمن دهبية على هذه المداخلة. الآن توجه إلى النقاش، إلى المتدخلين، إذا فيه أسئلة، إذا فيه مدبية فقط يكون فيه الإذن افتراضيا فقط. تفضل أستاذنا من جامعة اليمن. شكرا جزيلا للدكتور عبد اللطيف أولاد حمودة، للدكتورة ليلى شيخة على إدارة هذه الجلسة وكل المتداخلين فيها. في الحقيقة استوقفتني مداخلة الدكتور مقلاتي عاشور كثيرا، وهي التي كانت بعنوان سياسات واستراتيجيات ماليزيا للاستثمار في الأدمغة. في الحقيقة أنه الدكتور مقلاتي عاشور عرض تجربة ماليزيا التي تثير الإعجاب، والتي من خلالها استطعنا أن نفهم أن هناك 5 جامعات ماليزية تصدرت إلى الجامعات إلى قائمة 500 جامعة الأفضل في العالم. والحقيقة أنني أستطيع أن أضيف على هذا أن هناك جامعتين ماليزيتين هما من أعلى 200 جامعة في العالم. وهذا الكلام أنا قد عرفته نتيجة أن لي زملاء درسوا في تلك الجامعات وتخرجوا فيها. في الحقيقة أن دور الجامعات الماليزية في جذب الكفاءات سواء على مستوى الطلبة أو على مستوى الأساتذة وتعليمهم وتخريجهم وتكوينهم، يعني وكان أهمها جامعة ملايا والجامعة الوطنية في ماليزيا وبوترا وبتروناس وغيرها، وظهر لنا كمية الأبحاث المنشورة في تلك الجامعات، يعني هو عدد كبير. وإذا ما رأينا الجانب الإيجابي في تلك الجامعات وأردنا استلهام تجربتها لتكون عندنا في أوطاننا، سنجد أننا نواجه مشكلات أخرى. فزملائي الذين درسوا في تلك الجامعات وتخرجوا فيها حصلوا على تفضل أستاذ. الصوت من فضلك أستاذ. الصوت أستاذ غير موجود. نتوجه إلى متدخل آخر. الإذن يكون افتراضي من فضلكم. سيد محمد دكتور عبادي، تفضل سيد. تفضل سيد. سيدنا من فضلك ماذا بينا هنا تكون مختصرة، فقط مداخلاتكم مختصرة. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ونشكر الأساتذة الكرام على هذه المداخلات القيمة التي دارت حول أغنياء وحول وكذا محاولة كمح هذه المسيرة والحالة الماضية. مساهمتي تكون مباشرة بتقديم سؤالي فقط للأستاذ. أولا بداية للأستاذ مقلاتي عاشور الذي قدم عرضا مفصلا وموجزا حول دور الكفاءات الأجنبية في رفع أو تحقيق الإقلاع الاقتصادي لدولة ماليزيا. السؤال هو سؤال مباشر ومطروح والحل، ما هي تلك الإسقاطات أو إسقاطات تلك التجربة الماليزية في استقطاب الأدمغة الأجنبية على الجامعات الجزائرية في الحد على الأقل من هجرتها؟ أرضية الواقع في الجزائر لا تخف حتى على المحافظة على كفاءاتنا، فما بالنا بالاستفادة من خبرات أجنبية مهاجرة وما وفرت من تلك الدول والحكومات البيئة الملائمة على أساس أن المؤتجر المالسية استفادت من خبرات أجنبية. ونحن نتكلم عن المدرسين يتكلمون. أستاذ عبادي الصوت سيء جدا، راح نعاود نرجع لك الصوت أستاذي الكريم وشوف إيش ما عندك مشكلة. إحنا نعاود نرجع لك الصوت. قرب الصوت أستاذ من فضلك، زيد في الصوت جيد لكن أرفع في الصوت.
معليش نحاولوا نسمعوك احسن من من ذي قبل. تكلم استاذ من فضلك. تكلم استاذ عبدادي. نعم سؤالي هو سؤال مباشر، كيف الاجهزه المريضيه التي تم عرضها من قبل الاستاذ الجلاتي والتي تدور حول استفاده من الخبرات الاجنبيه؟ مشكل الصوت ما زال فيه، مشكل الصوت ما زال فيه. أستاذ عبادي مشكل الصوت ما زال قائم. عندك صوفيا. السؤال مباشر. السؤال الأول سألنا عن عرض تجربة ماليزية في الاستفادة من الكفاءات الأجنبية، ونحن نتكلم أفضل من المداخلات تتكلم عن تجربة وكيف تلك الهجرة، فما هي استعطاء تلك التجربة على الجزائر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني موجه للأستاذ زهر صغار، فالسؤال هو سؤال مباشر، كيف يمكن الاستفادة من العلاقة جامعة مؤسسة اقتصادية؟ هل هناك جهود وطنية في هذه الاستراتيجية لبحث الأمن في نفوس الباحثين الجنوبيين وكمحهم على الهجرة إلى بيئة أفضل؟ من خلال حدث فتوات الضيف ومنح الفرصة للأكاديميين من الممارس العالي للشغل بمدخل مناسب. مثل مثلا التجربة التركية التي فرضت على مؤسسات الاقتصادية التعامل مع الجامعات وخرجاتها من أخاذ البحوث يتم تنويرها في إطار منظم ومشروع قانوني ليصبح مصدر التنمية المباشر للجامعات التركية. هذا من جهة. ملاحظة خطيرة فيما يخص العرض الموضوع للطرف الأستاذ السمار زمان هو في تحية المعلومات بأنهم الفترة التي قدمت فيها من 1990 حتى 2012 إلى 2017 رغم أنهم أسباب أخيرا مرت على جائحة كورونا التي غيرت الخريطة العالمية من ناحية اقتصاد مرحة الأمريكية. هذه هي مساعدتي وشكرا لك. شكرا على هذه الاستجابة. بدأ الصوت. نتمنى أن الأستاذ مجلاتي عاشور راح حاضر معنا. أستاذ مجلاتي السلام عليكم. تفضل أستاذنا. طبعا انا ما سمعت السؤال ولا ما فهمت السؤال اصلا من خلال الصوت. لا لا لا. ممكن السؤال الاول تكلم الاستاذ حول ما هي تلك الاستثمارات التي قامت بها ماليزيا في الاستفاده من الكفاءات او من هجره الادمغه. ما هي طبيعه الاستثمارات التي قامت بها ماليزيا في الاستفاده من هجره الادمغه؟ ما هي طبيعه الاستثمارات؟ هذا السؤال. أما السؤال الثاني للأسف لم أتمكن منه. أستاذ عاشور. نعم نعم نعم. شكرا. طبعا هو الأخ سأل سؤال أو الأستاذ عبادي سأل ما هي طبيعة الاستثمارات التي استثمرتها ماليزيا في تجربتها للاستثمار في هجرة الأدمغة. طبعا في 2007 أعتقد في 2007 رئيس الوزراء اسمه عبد الله بدوي هو الذي صرح يقول لك لا بد للاستثمار في البحث العلمي او لا بد للاستثمار في العلم، يعني التوجه الى الجامعة والاستثمار في استقطاب الكفاءات العلمية. طبعا في بعض الأحيان على مستوى الطلبة هو كيف how to attract. أنا ذكرت النقاط هذه، ما هي الأمور التي تعرضها الجامعة من أجل استقطاب طلبة الأجانب، وكانت عندهم استراتيجية يعني منذ 2007 إلى 2020 وهم في عمل جاد للاستقطاب أكثر من 200,000 طالب. طبعاً 200,000 طالب هو عدد كبير جداً، 200,000 طالب أجنبي في مطلع 2020. طبعاً من خلال توفير المنح، من خلال استقطاب كفاءات علمية الأساتذة والمشرفين إن صح القول. طبعاً كثير من الطلب عندما يأتي إلى الجامعة هو الذي يسأل
الطالب عندما يفد إلى ماليزيا أول حاجة يسأل على رتبة الجامعة، ترتيب الجامعة عالميا، ماذا توفر هذه الجامعة، توفر هذه الجامعة للمنح، كفاءة المشرفين، مهاراتهم، منشوراتهم، كل هذه الأشياء تدخل الخدمات الجامعية، يعني النقل، الإيواء، كل هذه الأشياء تدخل في إطار سياسات الدولة في استقطاب الطلبة الأجانب. طبعاً نحن نتكلم على الطلب. بالنسبة للأساتذة كيف للحكومة الماليزية والجامعات الماليزية، وأخص بالذكر الجامعات الخمسة، كيف تستقطب الأكاديميين؟ طبعاً تعرض عليهم كثير من العروض وتفرض عليهم شروطاً إن صح القول، يعني في التكوين مثلاً، يعني في توظيف. طبعاً ماليزيا كانت عندها نوع من الحيل كذلك، توظف الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات الماليزية مباشرة من أجل التقليل من التكلفة، يعني يتخرج من طالب دكتوراه ثم يتم توظيفه مباشرة في الجامعة، رغم أن الحكومة تعرض سياسة أو تعرض عروض لاستقطاب الكفاءات العلمية من الخارج وتوفر ذلك أموالاً يعني من الجامعات الأخرى. وأنا حضرت مقابلة مباشرة مع كثير من الأكاديميين، يتم الاتصال بهم بالهاتف وبالإلى ذلك، كذلك عرض يعمل نوع من تختصر سيد عاشور. طبعا شكرا. طبعا في بعض الحين يعملوا بما نسميها عروض إعطاء علاوات مالية على الباحثين، يتم إعطاؤهم عروض مالية وتوفير لهم ظروف، يعني فاسيليتيز، تسهيلات في الإيواء، في إلى غير ذلك، كل ما هو له توفير كل المستلزمات، المخابر إلى غير ذلك. طبعا هذا الكلام سؤاله لا يحتاج إلى إجابة بسيطة جدا هكذا، ويحتاج إلى إحصائيات وأرقام وتوضيحات أكثر، يحتاج إلى محاضرة لوحدها. شكرا أستاذ. هذا شكرا. أبقى معنا أستاذ، أبقى معنا. نعود نرجع إلى أستاذنا من جامعة اليمن. أستاذنا من جامعة اليمن، من فضلك سؤال إذا موجود سؤال مباشرة، نظرا لضيق الوقت نكون ماذا بينا مختصرين فقط. شكرا جزيلا. سؤال مباشر أستاذنا فضلك. وأعتذر عن انقطاع الخط بسبب مشاكل تقنية. هو في الحقيقة لم يكن سؤالا وإنما ملاحظة على موضوع استراتيجيات الجامعات الماليزية في الاستثمار في الأدمغة. ما كنت أريد أن أقوله، إذا كانت الجامعات الماليزية يعني بهذا التطور، وهذا يعني أمر يشكرون عليه ونتمنى أن نحذو حذوهم، لكن هل إذا تتبعنا هذا الأمر في جامعاتنا هل سيحد ذلك من هجرة الأدمغة أم لا؟ سأجيب من وجهة نظري التي أنا مطلع على شيء بسيط منها. أخبرتكم أنني أعرف من زملائي من درس في جامعات ماليزية متقدمة من تلك الجامعات التي صنفت من بين أفضل 200 جامعة في العالم، إن هذه الميزة التي حصل عليها وهو كطالب خريج في تلك الجامعة، ذلك منحه امتيازات فضلة لدى دول جاذبة للكفاءة، وهذا سرع في كونه هاجر بدماغه المتطور إلى تلك الجامعات. وبالتالي فإن عوامل الجذب لهؤلاء الناس المتفوقين وهؤلاء الكفاءات بوجهة نظري المحدودة هي لا تقتصر على دور الجامعات في عمل استراتيجية تجذب الأدمغة، لأن جذب الدماغ العالي والكفاءة الوطنية الكبرى ربما يكون أيضاً مجهزاً لتصديرها مرة أخرى دون الاستفادة الواقعية منها لفترة طويلة. فلذلك فإن عوامل الحد من هجرة الأدمغة أو الاستفادة منها إن صح القول ليست مسألة تعليمية فقط، بل هي مسألة تعليمية واقتصادية وسياسية، وربما تتعرض إلى العوامل الاجتماعية المختلفة وكافة النظم المجتمعية التي تدار في المجتمع. شكرا جزيلا. شكرا أستاذنا الفاضل على هذه الإضافة القيمة لهذا العمل. من يريد التدخل؟ ماذا بين تدخلاتكم في أسئلة مباشرة إلى أصحاب المداخلات؟
تكون أسئلة مباشرة نظرا لضيق الوقت المختصرين في الدكتور. من يريد التدخل؟ لا توجد أيدي مرفوعة أستاذ. إيه لا توجد، لا توجد لا أيدي مرفوعة لا مادية ولا افتراضية. أنا عندي سؤال إلى أستاذ مقلاتي راه متواصل معنا، أستاذ عاشور. أستاذ عاشور سؤال مباشر. أستاذ عاشور ها تفضل. تفضل استاذنا. شكرا شكرا بارك الله يزيد فضلك. شكرا استاذنا فاضل. عندي سؤال مباشر. انت عشت في ماليزيا ودرست في ماليزيا وتكونت في ماليزيا ممكن لمده اكثر من 15 سنه حسب معلوماتي. ماذا استفدت من ماليزيا؟ ماذا قدمت لك ماليزيا من قيمه مضافه؟ وهل قمت بتوظيف تجربتك هنا في الجزائر؟ هل لديك مشاريع مثلا استفدت منها في ماليزيا تريد؟ طبعا شكرا. هذه الاشياء انا ماذا استفدت هو ما ستجسده. بارك الله فيك. شكرا. ولذلك نحن عندنا ما زلنا في البدايه، ما زلنا في الانترودكشن للعام الاول، وهذا اول تجربه لي. شكرا. المؤتمر هذا يعتبر اول خطوه ان شاء الله. شكرا. وطبعا انا عندي فكره وهي النشر في المجلات العالميه، النشر في المجلات العالمية خاصة الاي اس اي وسكوبوس. ستعتبر انا قلت هو ليس انني اهتم بها او بالنشر في المجلات العالمية، ليس انني اهتم بها لحاجة في نفسي فقط، وانما هذا معيار عالمي لترتيب الجامعات، وليس الجامعات فقط، المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة كلها مرتبطة بهذا بالمنشورات في المجلات العالمية. وطبعا الجامعات الجزائرية إن صح القول النشر في المجلات العالمية سيصبح إن كان خيرا فخير لابد منه، وإن كان شرا فشر لابد منه، يعني الأمر قادم إلى الجزائر لا محالة، هو المعيار الأساسي. عندما أقول لك هناك معايير لترتيب الجامعات، لكن النشر في المجلات الاي اس اي وسكوبوس هي المعيار الأساسي. publications، وما معنى النشر؟ ليس أنك تنشر مقال من أجل تضيف حاجة في سيرتك الذاتية فقط، وإنما تعالج مشاكل المجتمع، تعالج مشاكل اقتصادية، مشاكل يعني الأزمة الاقتصادية التي حدثت في 2008 و 2014 إلى ذلك. أين تتجه الأنظار؟ تتجه إلى المخابر في الجامعات إلى ذلك. أنا أتذكر في 2008 فيه بروفيسور جزائري اسمه العرباني طبعا غادر الجامعة الإسلامية. يعني أول يعني عندما بدأت الأزمة مباشرة التقيت معه، السلام عليكم يا كذا كذا، قال لي أنا راني نتبع في الأزمة وراني نكتب مقال. طلب منه أن يكتب مقال ودراسة من أجل إعطاء رأيه في الأزمة المالية. فالأمور فيه نوع من المسايرة بشكل كبير جدا. إحنا ممكن هنا في الجزائر فيه نوع من السيباراسيو بين ما هو موجود في الجامعة وما هو موجود في الميدان. هذا هو. ولكن عندما تعيش تجارب مثل تجربة ماليزيا تحس أن البحوث العلمية توجه مباشرة إلى سوق العمل وللمؤسسات، وهي عبارة عن طلبات وعبارة عن مشاريع مطلوبة من طرف المؤسسات، سواء مؤسسات الأعمال أو مؤسسات الخدمية، تحتاج إلى تلك الدراسات بتمويل من هذه المؤسسات. طبعا هذه هي الفكرة موجودة عندي. شكراً أستاذنا الفاضل. نتمنى أنك تكون عندك آفاق، أنك راك جديد هنا في الجزائر، تكون عندك آفاق في المجال التطوير، خاصة في مجال النشر في المجلات العالمية. فعلاً نحتاج إلى مثل هذه المشاريع أو إقامة اتفاقيات ما بين المخابر الوطنية مع المخابر في جامعة ماليزيا، ممكن في إطار اتفاقيات وتعاونات تعاونيات دولية في مجال بحث العلم. ما لديه تدخل أو سؤال؟ ممكن أشكر، نقوم برفع الجلسة. أشكر كل الأساتذة المتدخلين من خلال هذه الجلسة. نعود نذكر كل الأساتذة المتدخلين، المداخلة الأولى كانت في شكل تكوين برنامج حسن تسيير المؤسسة جيرم في دعم المؤسسة الحرفية
دراسة حالة غرفة الصناعة التقليدية والحرف بمدينة المسيلة من إعداد الأستاذ عبد الحليم مهداوي والأستاذ جلال بوشارب. أشكرهم جزيل الشكر على المداخلة والإضافة التي قدموها من خلال مداخلتهم وعرضهم. كذلك أشكر جزيل الشكر الأستاذة صبرية وعمر أستاذة صبرية وعمر وفريدة سيمنصور وكريمة سيصالحي، قاموا بعرض مداخلة حول l'innovation et les compétences nationales comme nouveau paradigme en le contexte économique algérien. قدموا من خلال هذه المداخلة مجموعة من ربطهن ما بين الإبداع في الكفاءات الوطنية وعلاقتهم بعلاقة الإبداع والابتكار بتحقيق الإقلال الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. قدموا مجموعة من الإحصائيات حول معدل البطالة إلى آخره. كذلك المداخلة الثالثة كانت من إعداد حاسبة مدني نادي إبراهيمي من جامعة برج وفتيحة بزارشي، مداخلة الموسومة تحت عنوان إشكالية هجرة كفاءات وطنية وآليات استعادتها والاستفادة منها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر. هذه المداخلة مشاركة مع العديد من المداخلات، كذلك قدمت الأسباب وعوامل الهجرة والآليات الاستفادة من الكفاءات الوطنية في حالة استعادتها. المداخلة الرابعة كانت من إعداد الأساتذة أو الأستاذة طزوطة فاطمة من جامعة عين تمشنت والأستاذة يخلف سومية من جامعة التمثال. عنوان المداخلة كانت في إشكالية هجرة الأدمغة كخيار استراتيجي على أثر العولمة. هنا كذلك تكلموا على العوامل الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الأدمغة وكذلك علاقة هجرة الأدمغة بالعولمة. المداخلة الخامسة كانت من إعداد غربي ياسين سي الأخضر والأستاذة سرير الزهرة والأستاذ روابح عبد الرحمن، مداخلتهم التي كانت موسومة تحت عنوان هجرة الأدمغة العربية بين عوامل الدفع والجذب وتبعياتها السلبية على مستقبل التنمية العربية. الأستاذة الفاضلة تقدمت بعرض مجموعة من العوامل الدفع وعوامل الجذب والأسباب التي تؤدي إلى هجرة الأدمغة وكذلك آثار هجرة الأدمغة آثار السلبية لهجرة الأدمغة على مستقبل التنمية العربية ومن بينها الجزائر. المداخلة الأخيرة كانت من إعداد أستاذ عاشور مقلاتي الذي قام بعرض تجربة ماليزيا حول سياساتها واستراتيجياتها للاستثمار في هجرة الأدمغة. قدم العديد من النقاط في هذه المداخلة المتعلقة بالسياسات التي تعتمد عليها ماليزيا خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي وخاصة فيما يتعلق بتحسين جودة مخرجات التعليم العالي وكذلك استفادة ماليزيا من كل الكفاءات العلمية من كل أنحاء العالم خاصة الكفاءات الإسلامية. وقدم مجموعة من المقترحات والنتائج التي توصل إليها في كيف يمكننا أن نستفيد أو تستفيد خاصة الجزائر من تجربة ماليزيا في استقطاب الكفاءات العلمية. بهذا العرض وبهذه كل المداخلات والانتهاء من عرض مداخلات خلال هذه الجلسة، أتقدم بالشكر إلى كل الزملاء. كنت سعيدا جدا وتشرفت بترأس هذه الجلسة مشتركا مع زميلتي الأستاذة بن عبد الرحمن ذهبية. أشكركم جزيل الشكر وأتمنى أن نلتقي إن شاء الله في فرص علمية أخرى، وأتمنى من الجميع استفادة علمية قيمة، وشكرا وبالتوفيق.